البارح شكون؟ اليوم شعندو جديد؟ وغدوة كيفاش؟ البارح اليوم وغدوة مع أمال شاهد. البارح اليوم وغدوة. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البارح اليوم وغدوة. نهار الأحد اللي فات ما تقابلناش بسبب الكورة، اليوم هاو ما فماش كورة بالكل، قالي نزار ما سمعتوش كورة بالكل، يدولي على موجة إذاعة شباب، هذاك علاش نتقابلوا مع بعضنا وتوقيتنا باش يكون استثنائي. وهم باش نقول لكم علاش. قليل ياسر في تونس وخاصة بعد الثورة فيها 7 سنوات هذوما اللي نعيشوهم، باش تسلم شخصية من نقد وأحيانا كثيرة حتى من التشويه، باش ما نقولوش أنه شبه مستحيل باش توانسة يجمعوا على احترام وتقدير شخصية. ضيفتي اليوم اللي نتشرف بلقائها إعلاميا في حوار سمعي بصري للمرة الثانية تمثل استثناء في المعطى هذايا، والحقيقة هي استثناء في كل شيء تقريبا. هي امرأة من النساء التوانسة اللي تفخر بهم تونس سمعة وأخلاقا وأداء وكفاءة، واللي تونس باش تخلد اسمهم في تاريخها المستقبلي. وهي من قلائل السياسيين اللي خلاونا خلال كل السنوات اللي هي ناشطة فيهم في زمن معارضة بن علي وبعد انتفاضة شعب تونس في 17-14، من السياسيين القلائل اللي خلونا نحترموهم بسبب النزاهة والصدق والبقاء على العهد، وقت اللي أغلبية اللي يتحركوا على الساحة قلبوا الفيستا كما نقولوا عشرات المرات ومارسوا سياحة سياسية والحزبية كما حبوا واشتهوا، واستعملوا كل الطرق اللي تؤدي إلى روما سواء شرعية أو غير شرعية، كما الكذب وتمثيل وسقوط إلى مستوى متردي صدم توانسة في عديد المرات. ضيفتي اليوم قاعدة وفية لنفسها ولصورتها الناصعة، صورة ميا جريبي الوطنية الواضحة الإنسانية الراقية اللي تعطي المثل في الأداء والأخلاق الرفيعة والدفاع على مبدأ التداول في المناصب وفي احترام تام للديمقراطية. سيدة ميا جريبي، ألف مرحبا بك في الحلقة الخاصة بك من برنامج البارح اليوم وغدوة، مرحبا بك. شكرا جزيلا، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين والمستمعات، وشكرا وكل الامتنان والعرفان على التقديم هذايا اللي نتمنى ربي أن يكون جدير به. لا هو شوية عليك الحقيقة. بارك الله فيك. ولمحال احنا كي نحبوا عبد ما عادش نحكيوا عليه بموضوعية، أما هذايا بكل صدق الكلام أقل حاجة تتقال فيك ما يجريبي. وخلي نقول لك اللي فما حاجة عجيبة أنت كونتها على الساحة السياسية في تونس، أنه الناس اليوم تنظر لك فوق الأحزاب. يعني احنا كنغزو ما يجريبي مش حزب جمهوري ومش سياسية كما السياسيين الآخرين، نراو ما يجري به هي ثروة وطنية، هي مكسب للوطن الكل وتونس الكل، مهما كانت الاختلافات السياسية متاحهم ولا الانتماءات السياسية متاحهم، عندهم نظر تقريبا موحدة لك أنت. صح عليك وربي يزيدك من خير. العفو العفو، إن شاء الله نكون جديرة بهذا. ومعناها تفاعلا مع كلامك، أنا طبعا فخورة لأنا جمهوري، وفخورة أيضا أن يكون في خدمة بلادي. معناها أنت قلت ثروة وطنية، أنا أقول قيمة، معناها إن شاء الله نمثل قيم اللي تكون تجعل الأحزاب في خدمة الوطن، هي تجعل السياسة في خدمة الوطن، تجعل العمل العمومي في خدمة الوطن، في خدمة الصالح العام. هذه القيمة اللي ربما أصابها كثير من الغموض وكثير من الارتباك، ونحن في حاجة إلى إعادتها إلى مكانها الطبيعي، هي خدمة الصالح العام ونكران الذات، ومعناها تسخير كل الطاقات من أجل مبدأ، من أجل فكرة، من أجل مشروع، من أجل حلم، من أجل الآخرين أيضا. خليني نسألك سيدة ميا جريبي، شو اللي خلى هالقيمة هذه تضعف ولا تتنسى شوية ولا يتم إهمالها؟ علاش زعما؟ أنا أعتقد أن عشنا في الفترة السابقة، يعني قصدي في عهد بن علي، تصحر للقيم الجماعية، أصبح النجاح الفردي هو المقياس، أصبح المال هو المقياس، تقهقرت قيم العلم وقيم المدرسة وقيم الأستاذ والمربي وكل ذلك، وأصبح المال هو اللي يحكم ويفرق بين الناس. أنا أعتقد هناك كثير من القيم النبيلة اللي تحكي عليها أنت اللي اندثرت راهي من قبل الثورة، لم تفعل إلا أنها فجرت شيئا سيئا وسلبيا كان كامنا فينا. والانتقال الديمقراطي اللي نعيشوه هو صعب للغاية، جعل كل متسلق بارز، جعل الناس اللي تحب تبرز سواء في شخصها
او في ماليتها او في البزنس نتاعها تتسلق السياسه، معناها السياسه ولات ما عادش خدمه الصالح العام، وانما واحد ولات حاجه مشاعه للناس الكل، اللي عنده برنامج بزنس كما قلت، ولا اللي عنده برنامج شخصي، ولا اللي يحب عنده الوجاهه ما لوش على الفلوس حتى يحب يظهر، اللي عنده مشاكل نفسيه يحب يظهر، واللي عنده ايضا ملف يحب ينظفه وحبي بيضه، وربما ملف فساد او ملف مالي او ملف لست ادري ماذا، يتسلق السياسه. هذا الانتقال الديمقراطي راه في الدنيا الكل صعيب، احنا ربما من بين الاصعب، ولكن الحمد لله احنا مازلنا في انتقال ديمقراطي سلمي، وبالتالي انا مازلت متفائله ومازلت مصره كما كثيرين. انا راني ناكد اني لا اعتبر نفسي استثناء، ربما بارزه ظروف جعلت اني بارزه، ولكن انا اعتقد ان الارادات الطيبه النزيهة النظيفة التي تريد خدمة الوطن موجودة في تونس. علينا أن نجد بعضنا البعض وأن نضع اليد في اليد حتى لا نترك هالحاجات السلبية اللي تحدثت عليها أنت قلب الفيستا وغيرها، هي التي تبرز، نحب نبرز تونس الأخرى، تونس الحقيقية، تونس اللي موجودة كما يقولوا أحد أن الجزء من كرة الثلج البارز هو هذا الانحدار الأخلاقي للسياسة الذي لم تشهد له تونس مثيلا. ما كنتش نتصور روحي نعيش هالشيء هذايا، ولكن ليش نتفرجوا فيهم في التلفزه؟ كانوا موجودين، التلفزه كشفت الكل. أي مع الاسف، وهذا التداخل بين المال والاعلام والسياسه والفساد والبزنس وكلها ولات متداخله في بعضها، جعلت هذه فعلا هذه الامور السلبيه تبرز. فما تونس اخرى يلزمنا نبرزوها ويلزمنا نثملوها ويلزمنا نجعلوها فاعله، هذا هي الاساس. ما يلزمش هالقيم اللي تحدثت عليها، ولا يشرفني انها معناها متزامنه معي، هالقيم هذه ما يلزمش تكون قيم مجرده، وانما قيم فاعله في الواقع، فاعله في الوطن، نريدها ان تنهض بهذه بهذا الوطن وهذا الشعب. واضح ياسر. احنا البرنامج باش يكون مقسم لثلاثه اجزاء. جزء اول باش نحكيو فيها عليك انت، ما يجري بي، انت شكونك؟ اش تعلمت في الدنيا؟ صعيب عليا باش نحكي على روحي هكا، تو نحاول نبربشك انا شويه، تو نلقى كيفاش نخليك تبوح هكا شويه، تقول لنا تخلينا نعرفوا مايا من قريب هي شكوني. الجزء الثاني باش نحكيو فيه على الحاضر نتاعك والانشطه نتاعك والاعمال نتاعك وكيفاش تعيش انت اليوم. والجزء الثالث باش يكون تعليقك انت مايا جريبي على الاحداث الوطنيه والعالميه الانيه اللي صارت في الايامات الاخرانيين. هكا باش يكون بثلاثه اجزاء اللي باش يجمعونا من هوني حتى لسبعه نتاع الليل. قلت لكم اللي موعدنا اليوم استثنائي، فما اغنيه نحب نهديها لك اللي هي بيلا تشاو، هي اغنيه رمز للثورات وللثوريين في العالم الكل، وللسيدات المحترمات اللي كيفك انت زاده، اللي يقاوموا واللي يناضلوا واللي يشدوا صحيح وما يسلموش. شكون اللي غناها؟ هذايا غوران بريغوفيتش، هذايا من واحد من بلدان اوروبا الشرقيه. رسمه وقولي عجبك. نثقف. Sosvegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il nastro. Bella, oh partigiano. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
انتم تسمعوا في البارح اليوم وغدوة مع آمال شاهد. وضيفتنا الكريمة في حلقة اليوم البارح واليوم وغدوة هي السيدة مايا الجريبي، القيادية السياسية، قيادية في الحزب الجمهوري وشخصية الوطنية المعروفة من قبل الثورة، ولكن اللي زادت تعرفت وتشهرت أكثر وحبها الرأي العام بعد الثورة. انت لقيت قانون، لقيت علوم سياسيه، لحتى انت مختصه في انت قريت في كليه العلوم في صفاقس، مختصه في الاحصاء. شنو هي السبيسياليتي نتاعك؟ انا عندي مسار ملتوي. أيوة. صحيح كثير من الناس تحسبني اما استاذه عربيه او محاميه، وانا مانيش خريجه اداب. انا من العلوم وقيت في كليه العلوم بصفاقس، ولكن قيت بيولوجيا، ولكن بعد سنوات الجامعة مشيت عملت صحافة، مش قريت صحافة، مارست الصحافة النضالية، الكتابة الصحفية، الكتابة الصحفية، ثم كانت عندي تجربة في اليونيسيف، وبعد تجربة مهنية ولازالت إلى يومنا هذا ونفتخر بها لأنها علمتني برشا حاجات، هي في استطلاعات الرأي، مش استطلاعات الرأي، هي دراسات التسويق، دراسات السوق والتسويق. واللي مسؤولة دراسات الكيفية لدراسات السوق، معناتها ليزيتود كاليتاتيف، اي هي اللي يعبر عنه زاد عن طريق المقابلات المعمقة، الفوكس جروب. انا نتشرف وسعيدة اني خبيرة في الدراسات الكيفية، وكنت مديرة عامة لمعهد العموري للدراسات السوق اللي تلمذت فيه إلى حد انتخابي في المجلس التأسيسي من باب النزاهة. 2011 شريت أني ما نجمش نجمع بين الاثنين. والحقيقة تجربتي المهنية، نشكرك اللي انت عطيتني فرصة باش نتحدث عليها، اللي خاطر هي جانب ناس ما تعرفوش فيك مايا. أي هو بالحق معناها نراه كان الجانب السياسي، ولكن انا عندي تجربه مهنيه اللي نعتبر انها ثريه وانها اثرت برشا في شخصيتي، وتعلمت منها برشا، وتعلمت من انسان اعتبره عظيم في معهد العموري اللي هو مؤسس معهد العموري، اللي هو انسان ثوري من الزاويه المهنيه، لانه افونغارديست، سابق العصر، ايوه، لانه وتقدمي ايضا، لانه اسس معهد العموري اللي هو دراسات التسويق ودراسات السوق في عام 1974. وقت اللي القطاع الخاص ما كانش موجود، وقت اللي كان فما سلطوية الدولة، وقت اللي ما كانش فما تنافس حقيقي اللي معناها يفسر وجود مثل هذا الإطار أو مثل هذا المكتب دراسات. طاهر العموري علمني الكثير، علمني اولا معناها تقنيات العمل، لاني ما قريتوش في الجامعه الحقيقه، تلمذت على يديه، ثم بعد ذلك تبعت كثير من الدورات التكوينيه في المقابلات المعمقه، الفوكس جروب، اللي هو معناها عشق حياتي، هذه المهنه نعشقها حقيقه، نعشقها لانها مبنيه على الانصات، مبنيه على احترام المستهلك، ومبنيه معناها ترسم استراتيجيات على اساس خيار المستهلك. كان قبل الثوره كنت نقول للحرفاء نتاع معهد العموري، نقول لهم المجال الوحيد اللي يمارس فيه الديمقراطيه في هالبلاد هي المجال هذا. سي طاهر العموري الله يرحمه لانه توفى، ايضا مكنني من ان نمارس ما اعتقد فيه، هو تحميل المسؤوليه. معهد العموري الى يومنا هذا ينتدب الشباب، ما يلوش على التجربه، يبحث عمن هو مستعد للعمل وللمعرفة وللإبداع والاستنباط الأشياء الجديدة. والحاجة الأخرى اللي عمري ما ننساها واللي أنا مدينة ليه بها، هو أنه مكنني من التوفيق من نشاطي السياسي والمهني. أنا راني إنسانة نخدم برشا، كنت قرايه برشا وخدامه برشا، يعني في عهد بن علي والى 2011، من بعد ولدت نمط حياه اخر في التوفيق بين السياسه، كنت نشتغل وفق التوقيت السياسي، كنت نشد البيرو 6:30 نتاع الصباح باش نتمكن ل 11 نتاع النهار نخرج نمشي للحزب الديمقراطي التقدمي. أيوة. ونمارس النشاط السياسي ولا الاضرابيتكم ولا هذايا من باب التقنيه، معناها كان فما مرونه. لكن الاهم من ذلك، في عهد بن علي، في عهد الاستبداد،
كنت أنا معارضة، وكان الحزب الديمقراطي التقدمي متصدر المعارضة، وكان طاهر العموري قابل أن يكون نشتغل معاه رغم اللي كنا تحت الضغط، وكانت فما أمور معناها مضايقات والهارس لو نتصور حتى هو هدوها أكثر من طبعا بعد. وكنت كل مرة نقول له سي طاهر راني مثلا عندنا مظاهرة ولا عندنا مبادرة من هذا النوع إلى غير ذلك، وأعتذر منه لأني خاصة كانت عندي مسؤولية، كنت مسؤولة الدراسات الكيفية ثم أصبحت مديرة عامة، يعني يقف على كتافي المعهد العموري. كل مرة نقول نعتذر لأنك أنت عطيتني ثقة، فيقول لي إذا كان أنا ما نكونش ديمقراطي كيفاش الديمقراطية تجي؟ كان كل واحد يخمم على روحه كيفاش الديمقراطية تجي هالبلاد، على الأقل نمارس الديمقراطية ونمارس قناعاتي في المجال اللي نعيش فيه ونشتغل فيه. ومكنني من أني الحمد لله ننجح في مهنتي وأيضا نمارس نشاطي السياسي كما معناها كان ممكنا لي وكما أرتأيه. الحاجة الوحيدة اللي ما تجرأتش نقولها له في وجهه وبعثت له رسالة هي وقت اللي دخلت في إضراب جوع. أنا مديرة عامة لمعهد العموري، وراني مديرة عامة مش إدارية، معناها مش فقط نعمل الإدارة العامة، لا كنت نمارس الدراسات الكيفية وأدير الحوارات متاع الفوكس جروب اللي أنا نعشقها ونعمل الدراسات الكيفية ونكتب التقارير، معناها كانت تقوم عليها كثير من الأشياء، خدمة كبيرة. وطبعا إدارة الموارد البشرية متاع المشاكل متاع معناها المتعاونين معانا وكيفاش نخدموا وشنو التقرير وقتاش وصل ويتصلح وما يتصلحش وشنو الخطأ إلى غير ذلك والعلاقة مع الحرفاء، كل هذا نجي بين عشية وضحاها نبعث له رسالة ونقول له راني في إضراب جوع ولست أدري متى سينتهي في مقر الحزب وإن كان سينتهي بحياتي أو بمماتي، وهاي معناها المعهد العموري هاي المفاتح وهاي الأمور الكل، وهاي طبعا الحمد لله. حاجة أخرى أيضا أنا نمن بها وهو يمن بها هي العمل الجماعي، أنا نمن بالعمل الجماعي في الحزب وفي المهنة وفي الدنيا وفي كل شيء. فكان العمل الجماعي في معهد العموري مكنني من أني أنا نكون في إضراب جوع، ساعات راني صلحت حتى تقارير وأنا في إضراب جوع، والحمد لله الخدمة مشيت رغم هذا. نشكرك اللي مكنتني من الحديث على هذا الجانب، لانه الناس تتصوروا ربما سياسيين ما يخدموش وانا نقولوا على حمل الهمم يخدم هو كل حال دبر راس الناس الاخرين نحكي معه. اما انا الحقيقه لم اكن امين بالتفرغ السياسي، كنت اشعر بضروره ان واصل مهنتي حتى وقت اللي وليت أمينة عامة. الحقيقة فما من أشار علي بالتفرغ لأنه مش معقول، فقلت له أنا أولا أعشق مهنتي وثانيا أعتقد أن شخصيتي في حاجة إلى أني نقعد نخدم، مش نقعد في نمط حياة معناها كيف أي إنسان، وفي نفس الوقت عندي المسؤولية الحزبية كانت صعبة للغاية على حساب صحتي على حساب نومي على حساب عائلتي، ولكن أعتقد أنه كان مهم جدا أن أنا على كل حال أني نمارس نواصل النشاط المهني. مازلت تخدم فيها الخدمة هذه؟ أي ولكن مانيش مديرة عامة، حتى احنا نعملوا التداول في ما عادش عندك المسؤولية الكبيرة في الإدارة العامة، ولكن مازلت موجودة ما عادش مديرة عامة ولكن مستشارة في معهد العموري، ومعناها أواصل العمل معاهم بأشكال وأنماط أخرى ويشرفني ذلك، لأن تجربة أثرت فيها في حياتي وأثرت فيها حتى في العمل السياسي لأنها تبعث كثير من التفاؤل وتعطي زادة زاوية متاع تونس الأخرى، تونس شباب، تونس القيادات الشابة، تونس العمل المنظم، حتى هذيك زادة إيجابي أنه واحد يلقي عليها نبني بها البلاد بطريقة هذيك زادة. معناتها أنت توا نجم نقول اللي أنت من أكثر الناس اللي عندهم الخبرة وقت يخرجوا عينك لي سونداج هذوك ما استطلاعات الراي وكل النسب المئويه والارقام، انت من اكثر الناس اللي تعرف الخفايا، تعرف ما يقع بين السطور، معناتها هذوكم كيفاش يتحضروا وكل الارقام هذوك، وهل عندهم المصداقيه الكافيه والا لا؟ خاطر انت تعرف اللي احنا في تونس عندنا حساسيه من استطلاعات الراي خاصه فيما يتعلق بالمجال السياسي. هو حبيت نأكد أنه معهد العموري متخصص في مجال التسويق والمجال متاع العلامات التجارية وغير ذلك الاستهلاكية، وفضل أن لا يدخل غمار الاستطلاعات الرأي السوسيولوجية والسياسية، لكن المنهجية وعلمية للقواعد العلمية هم أنفسهم طبعا. حبيت فقط أوضح هذا الأمر لأنه مبدأ في معهد العموري أن لا ندخل غمار استطلاعات الرأي مش فقط السياسية وإنما حتى ذات الصبغة السوسيولوجية، نظرا لكثير من الاعتبارات لا فائدة في الدخول فيها. شوف، استطلاعات الرأي هي موضوع كبير برشا في تونس، هو كبير في العالم الكل، يوجه الرأي العام، يعني هو يعطي
في اللحظة التي تقام فيها دراسة يأتي توجه الرأي العام، ولكن أيضا هو عنصر من عناصر الفعالة لتوجيه الرأي العام، هذا معروف في العالم الكل. يأثر. وطبعا يأثر. وطبعا الأجوبة أيضا مرتبطة بكيفية طرح السؤال. كيف نقول لك ما رأيك في هذا في الوضع السياسي اليوم؟ كيما نقول لك يعجبك الوضع السياسي اليوم ولا المشاكل نتاع الوضع السياسي اليوم شنو رأيك فيها؟ هو يبدو وكأنه نفس السؤال، ولكن الإجابة مرتبطة كثيرا بطريقة طرح السؤال. هذا أقل ما يقال، هذه نقطة من بين النقاط اللي تنجم تأثر. وبالتالي الطريقة طرح السؤال، الأسئلة، توارد الأسئلة، أنه هو السؤال الأول وأنه هو السؤال الثاني إلى غير ذلك، إلى كيفية اختيار العينة، كيفية قراءة هذا الكل. هذا الكل يتطلب درجة من الوضوح والشفافية اللي تكون الناس كل على بين بها. أنا نمن باستطلاعات الرأي ونمن أن السياسة تقوم فيما تقوم على ذلك، ولكن لا يجب أن تكون استطلاعات الرأي وسيلة لاستباق شيء ما، لتحذير شيء ما، أو لإبراز شخصية ما. أنا أعتقد أن المكاتب هذه يجب أن تكون مستقلة تماما تماما على الأطراف السياسية والحزبية، ومع الأسف الشديد هي ليست كذلك مطلقا في تونس. أنت وقت اللي تشوف معناتها الناس تقدم رويحها على أنها مستقلة، تقدم في بلاتو تلفزية ولا تعمل في عمل إعلامي صحفي، ومن بعد مدة تلقاهم من تماول الأحزاب السياسية، نفس الشيء بالنسبة للي يعملوا استطلاعات الرأي، حتى بالنسبة للتلفزيات والتو دو ديمات، ما تبعد جي تشوف تلقاه كرونيكور عند القناة معينة ياخذ من عندها في شهرية، ما تولي الحاجة هذا ما نعرفوش. لا موجود، هذا كله موجود، هذا كله موجود. لما هذا في حاجة إلى تقنين، في حاجة إلى تقنين، وفي حاجة إلى شفافية فقط. معناها ماناش باش نرجعوا بتوالي، راهي الحياة تتقدم ولا معاها الأساليب هذه ومع التقنيات، ولكن في حاجة إلى قوانين. وراهو حاجة مهمة، ليست قوانين قمعية أو معناها تشد من حرية العمل في هذا المجال. هذا المجال يجب أن يكون حرا مستقلا شفافا. من راهو فيه عهد أعطيني سؤالات نشوفهم قبل ما تمشي تعمل لونكيت، هذا انتهى. يجب أن يكون المكتب حقيقة مستقلا وبعيدا عن كل الضغوطات والتجاذبات ومراكز القوى، والحياة تتقدم ويلزم نسيروا في هذا الاتجاه. أنا أربع دقائق قبل الأخبار متاع الخمسة ونص، خلني نسألك، جابك للسياسة تتفكر؟ أي نتفكر. كيفاش المناخ في العائلة؟ أي المناخ في العائلة، أنا من مناخ مسيس ومن عائلة يوسفية. وأمي أنت والدك تونسي ووالدتك جزائرية، عندك عرق جزائري. ريت كيفاه المغرب العالم يبدينا نبنيوها من صغر. تونيزو ألجيريان ولا ألجيرو تونيزي. أتشرف بذلك. أنا في مناخ مسيس، وعندي والدة تدفعني نحو، تدفع العائلة الكل نحو القضايا المرأة والتعويل على الذات والنجاح، معناها نجاح المرأة، كان ديما تقولنا عملوا على ذواتكم ونجحوا في قرايتكم البنات وغير ذلك. وفلسطين، أنا أعتقد قضية المرأة وفلسطين، مش نلخص لك، قضية المرأة وفلسطين هما اللي جابوني للسياسة، إضافة للمناخ المسيس اللي عشت فيه وحليت فيه عينيا، مش بركة عشت فيه. وقت اللي مشيت لصفاقس باش تقرا، دخلت في النضال الطلابي، دخلت في الحركه الطلابيه، كنت قياديه في الاتحاد نتاع الطلبه. وقت الاتحاد نتاع الطلبه راهو الهياكل النقابيه المؤقته، لانه المؤتمر وقتها بعد انقلاب قربه. الشباب نتاع اليوم ما يعرفوش الحكايات، مش لازم نحكيوها، لكن حزب الدستور وقتها شايف الطلبه باش يبرزوا في اتحاد الطلبه مستقل وديمقراطي، فوضع هيمنته وعمل انقلاب وحط جماعته، والاتحاد العام طلبه تونس قعد سنوات عديده. الهياكل الشرعيه الحقيقيه او المناضلين الحقيقيين يخدموا في السريه، والهياكل المنصبه هيك تخدم في حزب الدستور. هذا به نحينوا المعطيات، خاطر الناس اللي تحن العهد الماضي، ولا العهد الماضي فيه كل حاجات الهائله ياسر وكل شيء، ولا فيه لا سطو ولا فيه لا هيمنه ولا فيه حتى شيء. فوقعت دونك انا كنت في الهياكل النقابيه المؤقته، ولم اكن قياديه في البدايه. انا راني مشيت مع غير عندي حتى تجربه تنظيميه مطلقا ولا حتى تجربه سياسيه، مشيت من المعهد ولم اكن، كنت نطالع ولم اكن، لم تكن لي اي تجربه سياسيه، طول دخلت في غمار العمل الطلابي المناضل. نعلقوا شويه الحديث، نخليه مختار يقدم لنا الاخبار نتاع الخمسه ونص، وبعد نرجع نواصلوا مع ضيفتنا السيده ميا جريبي في برنامج البارح اليوم وغدوه. هاي اسمه اذاعه الشباب عند المجتمع على فهم ولا على ستريمينغ راديو جون بوان تي تسمع صوتك.
إذاعة الشباب على فم ولا على ستريمينج؟ على فم ولا على ستريمينج؟ تابعونا على فم ولا على ستريمينج؟ نجمو تيليشارجيو لابليكاسيون اندرويد راديو جون، راديو جون، وتكونوا برونشي أكثر معنا. أهلا بكم في موجز الأنباء. الناطق باسم وزارة التربية فتحي الخميري يصرح أنه قد تمت إحالة مشروع القانون التوجيهي للتربية المنجز بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني على رئاسة الحكومة، وأعلن أنه تم إقرار ترحيل ملف الإصلاح التربوي للأطراف الممضية على وثيقة قرطاج لمزيد مناقشته. وأفاد خلال حضوره حفل تكريم عدد من المتقاعدين بمدينة الحمامات، أفاد أن الوزارة تسعى إلى تأمين امتحانات البكالوريا لتكون هذه السنة نموذجية. إذا بالنسبة للبكالوريا حب الطبلولية أنها ستمر في ظروف جيدة، ما أصيب العائلات التي تعتني بأبنائها، الوضع مع النقابات سيحل ولن تكون هناك مشكلة في البكالوريا. احنا دعمنا عملية تأمين البكالوريا تفاديا لحالة الغش، وستكون البكالوريا النموذجية هذه السنة. تقريبا كل السعدادات عليها موجودة، من تأمين نقل الفروض وطباعتها والإصلاح ومراقبة الامتحانات، إذا كلها نظمة في ظروف عادية وجيدة، وستكون البكالوريا بامتياز كما تعودنا عليها في تونس. عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة تعلن عن تحالف سياسي جديد أسمته جبهة الإنقاذ والتقدم بهدف الأعداد المشترك للمواعيد الانتخابية المقبلة، وخاصة الانتخابات البلدية. التحالف السياسي الجديد يضع معارضة التيار الإسلامي وفي مقدمته حزب حركة النهضة من أولوياته، ويعلن معارضته للائتلاف الحاكم الذي يشكل حكومة الوحدة الوطنية. في أخبار العالم، الجيش المصري يعلن أنه قتل في غارة جوية المدعو أبو أنس الأنصاري، أحد العناصر المؤسسة للفرع المصري لتنظيم داعش المتشدد، الذي ينفذ اعتداءات ضد قوى الأمن في شمال شبه جزيرة سيناء. قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنها صدت هجوما مضاد وصفته بالكبير شنه مقاتلو تنظيم داعش المتمركزون عند بلدة الطبقة. والقوى العسكرية الموالية للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تفيد بسقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح شمال غرب العاصمة صنعاء. إلى اللقاء. إذاعة الشباب على موجتنا، تابعوا معنا حاجة في الماضي نحب همس الليل معنا، توصل حكايتك، تلقى شكون يسمعك وينصحك، معنا تلقى الحل. اطلبونا على 71-844-411 وقت البرنامج 71-844-411، ولا بعثوا لنا على صفحتنا في الفيسبوك. والباقي علينا. همس الليل في سهرة الحد من 9:30 الليل مع أمال الراجدي والدكتور أحمد النايفر. همس الليل معنا تلقى الحل. تحت شعار تنوع تجديد ابتكار، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وبشراكة مع مؤسسة عرب سات الدورة 18 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون من 25 إلى 28 أبريل نيسان 2017 بمدينة الحمامات تونس. المهرجان موعد سنوي للتلاقي وتبادل الخبرات بين المهنيين في الحقل السمعي البصري، وفضاء رحب للتنافس بين المبدعين. من أبرز فعالياته سوق البرامج ومعرض تكنولوجي لأحدث الإنتاجات والمبتكرات، مسابقات إذاعية وتلفزيونية وجوائز قيمة، ندوات وورشات مهنية، حضور متميز لألمع نجوم الفن والإعلاميين العرب. موقع المهرجان www.azbofestival.com. إذاعة الشباب نجموا تسمعوها في الكابون على 99.4 و102.0. إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك. البارح اليوم غدوة، البارح اليوم غدوة.
البارح اليوم غدوة مع أمال شاهد. محلاها كلمة في أمي، محلاها كلمة في أمي، محلاها كلمة No.
الآن في البارح اليوم وغدوة مع آمال شاهد. رجعنا بعد الأخبار بصوت نعمة بمحلاها كلمة في فمي اللي هي من اختيارك لما يجري بي ضيفتنا اليوم. وجدت قد على خطر احنا قبل الأخبار كنا نحكيو على العائلة وعلى الوالدة بالصدفة، فاش كنت تشجع فيكم على النضال وعلى الشجاعة والأنكم تقولوا كلمة الحق وما تخافوش. نشكرك على تلبية الاختيار اللي نحن نحبها برشا برشا علينا كل الأمهات وربي يخلي امهاتكم حقيقه والله ربي يخليهم ويخليكم انتم ويرحم اللي توفوا بالتبع. ربي يرحم توفي. حكينا على التكوين المهني والجانب المهني اللي ممكن الراي العام مش الكل يعرفوا، مثلا عبيد قليل ممكن القراب منك هما اللي يعرفوا انت شنو تخدم وشنو خدمت وشنو تعلمت في الحياه المهنيه نتاعك. فما زاد جانب اخر اللي الناس ما تعرفوش، اللي انت ساعه ناشطه في بعض الجمعيات، كنت ناشطه في الرابطه التونسيه لحقوق الانسان، وانت عضو مؤسس لجمعيه النساء الباحثات من اجل التنميه، وكانت لك تجربه المده لاباس بها كمسؤوله التبرعات لفائده منظمه اليونيسيف. احكي لنا شويه على هالتجربه هذه، كنت في أنا سنوات وفي أنا إطار، جيت كيفاش جيت الحكاية أنك تكون معناتها تخدم مع اليونيسيف وتلم تبرعات؟ أنت بحق بربشني معناها هذه جوانب ربما عمرك ما حكيت عليها أول مرة ربما لأني بوم لا تتعلق بالحياة العامة وإنما حياتي الشخصية، وأنا من طبيعتي لا أتحدث عن شخصي، وبالتالي كنت دائما نقول سألوني رأيي في الوضع السياسي في الوضع الاجتماعي تنقول لكم، لكن انت معناها مشيت بربشت و... شوف كنت عندي تجربة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة، تجربة أيضا ثرية، أنا محظوظة لأني كل التجارب اللي عشتها فادتني في حياتي، حلت لي أفق دولي، عرفتش معناها المجتمع الدولي، عرفتش معناها العلاقات الدولية، كنا نشتغل مع بعضنا معناها جنسيات متعددة جدا، وهذا يعطي أعتقد تجربة عد في تونس لمايا ولا لا لا في تونس في تونس, تونس. هي فقط مسألة بسيطة جدا، كنت أتطلع إلى تجربة تطوعية، أبحث عن تطوع، وكنت أريد أن أشتغل لفائدة الأطفال تطوعا، وكنت أتصور أن اليونيسيف تخدم في الأرياف وفي الجبال وفي الواحد معناها تقدم ما يجب تقديمه للأطفال المعوزين، وبالتالي مشيت للنساف على أساس أني أريد أن أكون متطوعة أعطيني خدمة تخدم الأطفال. فوقتها أيضا أنا كنت محظوظة لأني كل مرة ربي يحط لي في طريقي ناس حقيقة استثنائيين، كانت المسؤولة الأولى متاع اليونيسيف ممثلة اليونيسيف في تونس هي امرأة جزائرية استثنائية نفيسة زردومي في عام في أواخر سنوات الثمانين، فقالت لي لا أريدك أن تكوني متطوعة ولكن أعرض عليك خدمة. تفكر أنا وقتها راني صغيرة قلت لها لا راني ما نحبش خدمة، تو الناس تلوج، هي معناها خطة في منظمة الأمم المتحدة الناس تلوج عليها، أنا قلت لها لا أخطأتي، الواحد راني أريد أن أكون متطوعة في خدمة الأطفال لا أريد راتب. فقالت لي فكري وعودي إلي. فكرت طبعا وتشاورت مع العائلة وطبعا كانت مناسبة، ف لم أشتغل محالة في الأرياف وفي الجهات المعوزة، ولكن كلفت بالاتصال. كانت مسؤولية معناتها مكتبية مكتبية، ولكن أنا ماني من طبيعتي بنت ميدان، جعلت منها عمل ميداني ومشيت للكليات ومشيت للجمعيات ومشيت يعني للمؤسسات وغير ذلك لأعرض فكرة إعانة اليونيسيف عبر إما إرسال تبرع أو شراء البطاقات المعايدة الحلوة متاع اليونيسيف. كانت أيضا تجربة جميلة، ولكن في بعد عدد من السنوات عديت فيها 4 سنوات بعد شفت لي أن عشت تجربة أخرى، وكانت تجربة معهد العموري إلى اليوم تتواصل وأنا فخورة بها. اللي هذيك لوكوتي بروفيسيونيل، هذيك المهنة الرسمية. لكن زيت في فترة من الفترات كنت صحفية، مش صحفية بالتكوين، ما قريتش الصحافة، لكن صحفية بالممارسة، لأنك يعني خدمت أو كتبت في 2 جرائد من جرائد المعارضة اللي هما الموقف والرأي. ما زالوا موجودين؟ أنا نثبت عليهم ثبات صغر. بالحق كانوا يدخلوا لدار الوالد كان يجيبهم.
هي. كنت نقرا وانا صغيره في الابتدائي. شوف الراي هي في الابتدائي. والله في الابتدائي والله هي ما نقرا عارفين ومجد كنت نقرا زاد الموقف والراي اما تو ما نعرفش مازالوا موجودين ولا ندفوا. سعيده باني نعرف انه الناس في طفولتهم قراوا الراي والموقف. شوف انا اعتقد الراي والموقف زوز جرايد ساهموا في تشكيل راي عام معارض ديمقراطي. كل واحدة ومهجتها ولكن التوجه العام هي الديمقراطية هي الانفتاح هي المعارضة وشكلت رأي عام. هي سمحني هي أنه فما ثنية أخرى مع ثنية الحزب الحاكم كما فما العمل والأكشن فما راهو طريق آخر ممكن منهج آخر وطريق آخر ممكن. جريدة الرأي كنت ربي حط في طريقي زاد إنسان عظيم اللي هو حسين بن عمار اللي تعلمت منه الهدوء و يعني كبح جماح الاندفاع عقلاني برشا عقلاني وكان يستمع للجميع. علمني هذا زاد اني دائما استمع لمخالفي الراي وابحث عن مكمن الصحه في كلامه. يعني مش من الاول تقول كله غلط هو منافسك ولكن استمع اليه. وكانت تجربة في بداياتي معنا كنت شابة وكنت أنا قبل كنت نكتب في الرأي باسم مستعار وقت اللي كنت في الجامعة اللي هو شنو؟ وراني نسيت طالبة من صفاقس كنت نكتب طالبة من صفاقس. فوقت اللي سي حسيب قال لي هل تكتبين؟ هو راهو إنسان عنده ثقب معناه عنده قدرة على فهم الآخر رهيبة. فبدون ما تحدثت عليه في حتى شيء ما يعرف شنو تاريخي ولا معارضة ولا مش معارضة قال لي أنت تكتب ولا لا؟ قلت له نكتب وراني كتبت في جريدتك. فقال لي نعرض عليك أنك تجي. وكانت عندي تجربة في كل شيء شفت بريد القراء كتبت شديدة صفحة الشباب تبعت نشاطات الطلبة تبعت ثورة الخبز في 84 كتبت على مشيت عملت بعض التحقيقات نتفكر تحقيق اللي أثر فيها برشا هي القفة قدام سجن 9 أفريل اللي توا تنحى كنت نتمنى أن يولي متحف مع الأسف الشديد وقع ولا بطحة أي ولا بطحة بطحة وكانت تجربة رميت روحي وكنت مؤطرة من طرف سي حسيب وعرفت وقتها بالتوازي رشيد خشينة اللي هو معناها عماد من أعمدة الصحافة وعبد اللطيف الهرمسي وقتها بتوازي مع تأسيس التجمع الاشتراكي في نفس الوقت وقتها عرفتهم هنا وهنا في النقاش متاع التجمع الاشتراكي. وقت اللي بعثنا جريدة الموقف ريت اللي ما نجمش نكون هنا وهنا ففضلت أني نمشي للموقف. وجريدة الموقف هي مش فقط كتابة هي كتابة وتصفيف وبيع وبحث على الموارد المالية. معناها كنا مجموعة من الشباب كلنا معناها حد سينجيب شابي صغير كنا صغار في بداياتنا ونبحث وعنا مشروع كبير هو جريدة مفتوحة للجميع هي مجال الجدل مجال لبناء الفكرة ومقارعة الحجة بالحجة. بالطبع تطورت كانت مجلة الموقف تطورت بشوية بشوية إلى أنه في سنوات الألفين سنوات الرصاص كانت حقيقة متصدرة المعارضة وكانت خيمة الناس الكل يقول الناس الكل الناس الكل وكانت أيضا حمالة لمنهج جديد كما تفضلتي هو منهج الديمقراطية هو منهج ننهل من كل المدارس لنبحث على نهج تونسي ديمقراطي برنامجي يحقق الكرامة للتوانسة. وكانت صوت كل مش فقط المضطهدين وإنما الباحثين عن نهج جديد. كنا صوت النقابيين كنا صوت الجامعيين كنا صوت الفنانين كنا صوت الشباب صوت الحوض المنجمي وما أدراك ما الحوض المنجمي. كل التحركات تقريبا كنا نغطيها ونعبر عن انحيازنا لها مش فقط نغطيها. وكانت أيضا مجال لكيفاش يقولوها رفع اللثام على الممنوع ممنوعات. كان رشيد خشينة نحييه حقيقة رئيس تحرير حقيقة يعرف يمشي بالخطوة بالخطوة كل مرة يزيد خطوة أي. وكنا مثلا نحكيه توا على الفساد والشفافية في إدارة المال العام. تعرف اللي في سنة 2003 البي دي بي عمل ندوة صحفية في على اثر تغيير محافظ البنك المركزي في مقر البي دي بي للمطالبه بالشفافيه في اداره المال العام وبالتنديد بالفساد في دواليب الدوله.
وكانت جريدة الموقف كل مرة تعطي مؤشر على الفساد في الدولة، ولكن زادة تمنعت قداش من مرة كثير صادتها هي والرأي قداش من مرة صاد القمع زاد أكثر في 23 سنة متاع بن علي، ولا هو كما في الفترة متاع نظام بورقيب؟ يعني حتى وقت نظام بورقيب كانوا يتصادوا زادة جريد ولا يتمنعوا زادة؟ طبعا طبعا ليهم المستبدين يبدعون وفي الهم ما عندكش ما تختار عندي أنا نقولش هذا قمع خير من قمع. لكل مرحلة نواميسها بين الفرين الاستبدادية ولكل مستبد أيضا طريقته. فالحقيقة لست أدري من نجمش نقول لك القمع كان أكثر هكا ولا هكا، لكن كانت الجرائد تمنع ومنعت كثيرا في منعنا في عهد بورقيبة ومنعنا في عهد بن علي، ولكن المثابرة والدوام من قبر خام هذاك شعار البي دي بي والجمهوري وديما هذاك هو شعارنا الدوام من قبر خام. توا احنا عملنا 7 سنين تقريبا بعد ثورة انتفاضة الشعب التونسي، انتفاضة 17-14 ولا ثورة الشعب التونسي من 17 ديسمبر 14 جانفي. كي تقعد وحدك ساعات تتأمل، وأكيد راك تقعد برشا فترات تتأمل بينك وبين نفسك، وكي تتفكر السنوات معناتها التسعينات والألفينات بالأخص والقمع اللي كنت تتعرضوا له، كنت انت تتعرض له، حتى العنف اللي كنت تتعرضوا له وانت بيدك تعرضت له، لانه يعني كان فما محاصره بوليسيه، كان فما ضرب، كان فما منع من دخول المقر نتاع الحزب، كان فما منع لعقد اجتماعات. كيفاش تنظر لها توا الفتره هذيك بعد الوقت هذا الكل؟ ننظر لها بنظره المؤمن بان ما ضاع حق وراءه طالب. حقيقه انا كالفتره هذيك انت قلت لي تعرضت انا وحزبي للقمع وللمحاصره ولكل أشكال الهرسلة، وأيضا نقول كثير من الناس راهو ماتوا تحت التعذيب، مش بركة محاصرة وهرسلة، راهو أشكال القمع وأشكال التعذيب اللي وقعت في سجون بن علي راهو يندل هاجبين الإنسانية، راهو الناس اللي حنوا العهد بن علي نقول خلي من السياسة وخلي من الأحزاب وخلي من التحزب، عندهم قلوب ولا لا؟ عندهم ضمائر ولا لا؟ لأنه فما ناس ماتت تحت التعذيب وقت اللي الجلادين يخزروهم ويقولهم خليه يموتوا كالكلاب، وأعي ما أقول لو عندي أسماء في ذهني سيبا لابين باش نحدث. راهو وقعت أشكال من التعذيب حقيقة رهيبة، ومع ذلك فما ناس ونتشرف أن منه البي دي بي واللي توا ولا الجمهوري، أن كنا نؤمن أن ما ضاع حق وراءه طالب، أن اللي نؤمن به هي كرامة التونسي والديمقراطية والحرية وغياب وعلوية القانون وغياب هالأشكال هذية اللي ما نقولش حيوانية، لأنه الحيوان أرفع من اللي عملوه في سجون بن علي. فوقتها نقول أنه كنا نؤمن أن لابد للقيد أن ينكسر، ما كناش نؤمنوا برشا منا على كل حال، كنا نقولوا لبعضنا مثالش اللي نعملوا فيه هو للأجيال القادمة لأبنائنا وبناتنا. فكي نقعد مع نفسي نقول أنه أهم حاجة في الدنيا هي التمسك بالمبدأ وعدم اليأس. راهو في فترات معينة كما توا التفاؤل هو شكل من أشكال المقاومة، راهو فما ناس كما في عهد بن علي كما توا راهو يساعدها أن الناس تيأس، خاطر كي تيأس تولي ما تعمل حتى شيء وتسلم، وبالتالي من يمسك بزمام الأمور من يريد أن تكون في يده زمام الأمور. وبالتالي التفاؤل والقول بأنه لا بد للقيد أن ينكسر هو شكل من أشكال المقاومة. طبعا ما يلزمش نقفوا غاديك، خاطر ذيك تقعد أمور هكا شاعرية وجميلة وشد صحيح وكهو، لا، يجب أن ذيك الخطوة الأولى اللي على أساسها تنبني البرامج والمقترحات والتحركات وغير ذلك. بخلاف السياسة خلينا نخليو السياسة على جنب، شنو تحب يا جريبي في حياتك؟ شنو تحب؟ مش مغرومة؟ تحب الدنيا، نحب كل شيء. شو تعمل؟ تقرا، تفرج في السينما، تسمع موسيقى، شو تعمل بالضبط؟ هو انت لست ادري ماذا فعلت بي، لاني ولا بالحق عموما ارفض الحديث عن ذاتي عن مبدا، راه مش هكاك، مش عن تواضع والا افتخرت لما يمثلش باش العبيد اللي تسمع ديما عندهم جانب واحد وصوره واحده على الشخصيات العامه، مش في بالهم كان هذاك كان التشنج والصياح والعياط والعارك في المجلس التاسيسي انت ومصطفى بن جعفر والخوذه تقوم والكاميرات تقص ما فماش كان هذاك، راهو حتى فما جانب انساني به كيف يكتشفوه باش الصوره تكون مكتمله عندهم، شكون فما توازن في الصوره اللي عند الرأي العام. لست ادري ماذا فعلت بي، لاني هاني باش نسرك بحاجه، انا دائما اقول ان على ثقه عفوا دائما اقول ان الراي العام
في حاجة إلى أن يعرف السياسي من خلال برامجه ومقترحاته. هو ليس في حاجة إلى معرفته الشخصية، ويظهر لي حتى نثقل عليه عندما نتحدث على أمورنا الشخصية، لأنه كل واحد راه بحر في أموره الشخصية. أي إنسان تعرضه مش لازم يكون سياسي، تلقى هذا تعلمته أيضا من 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 مهنتي للمقابلات المعمقة. أي إنسان هو مدرسة في حد ذاته، أي إنسان هو بحر ثري وعميق ودرر فيها جميلة جدا. كل مرأة تحكي معها تلقاها خاصة النساء تلقاها عالم كبير. يعود هذه خاصة النساء، أي خاصة النساء فعلا مجاهدات، راهم مجاهدات وتلقاها عندهم فلسفة في الحياة، وتلقاهم عندهم كثير من التجارب اللي خاضوها واللي صعيبة ياسر، ومع ذلك معناها صبروا وكابدوا حتى نسمع بهم. وربما يكون أهم مني أنك تسمعهم وتسمع تجربتهم الخاصة، وكيفاش ربيوا أولادهم، وكيفاش صبروا، وكيفاش واجهوا القمع، وقمع من أشكال متعددة مش بالضرورة قمع سياسي. دونك كلهم مدارس. هذيك علاش أنا ديما نقول الحقيقة، كنت دائما أقول يا سيدي اسألونا على البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، لكن خليني أقول لك هي معناها النص ساعه الجايه باش نسالك على البرامج في هالحد العشيه عطله. والله كيف الناس الكل، اولا نحب عائلتي، عندي انا العائله مهمه جدا جدا جدا، ولو اني مش ديما نكرسلها الوقت الضروري، وما كرستلهاش الوقت الضروري خاصه في فترات معينه في الدنيا في المراحل اللي عشتهم. نحب الغناء، نحب نسمع الغناء، مش شنو اللي تحب مثلا بخلاف جوليا؟ تعرفني نحب جوليا، نحبها برشا، نعشقها، تعرف نعشق الكلمات لانها مختاره جدا، وايضا لانها فنانه تبعث برساله مفادها يمكن أن نكون ثوريين ونحب الجمال بالضبط، ونكون عصريين وتقدميين ومنفتحين. الثورية راهي ماهيش سلبية كما يريدون أن يقدموها، أن يقدمها بعض الناس اليوم الذين يريدون ضرب الثورة والتنكر لها وإبرازها بأنها شيء قديم، حاجة هكا من لا لا سيدي. الثورة هي أنك تريد أن تغير الأمور إلى ما هو أفضل، تريد أن تواجه الظلم والقمع والاستبداد، وتريد أن تناصر الحق، وتريد أن تحب البشرية، وأن تريد أن القيم الإنسانية هي التي تطفو على السطح هي الأهم. هذا هو معني الثورة. وبالتالي هالرسالة هذه معني إلى جانب اللحن وإلى جانب الكلمة والشخصية والكل، فما رسالة جميلة جدا تبعثها جوليا. والله انا نحب، تعرف عموما نحب كتب اغنيه جميله نحبها مهما كان، لكن عندي قديمه شويه راني نحب عبد الحليم. باهي عبد الحليم معناتها انا كرونيك ما يقدمش مع الوقت، ما يظهر لي معناها. فما عبد الحليم بيان سور في فتره معينه توا ربما اقل، بغيل ومستكي واديت بياف هكا اللي تقول ابدا لن اندم ولا نو ريان دو ريان نو جو نو ريغريت ريان. وانت ما ندمت على حد شيء في اللي عملته الكل؟ لا ندمت، ندمت اما مش في تفاصيل حياتي، اما في الخيارات العامه الحمد لله يا رب في الخطوط العريضه، اي اما في تفاصيل حياتي طبعا ندمت، وحتى في بعض الممارسات السياسيه بعد الثوره ندمت، اي وقدمت حتى نقدي ذاتي في الحزب، وحتى في المؤتمر اللي ما انتبه لكلمتي سطرت اخطاء قمت بها كامينه عامه للحزب الجمهوري في خيارات حزبيه انا اعتقد انها كانت خاطئه. دونك ندمت بالمعنى الواسع للكلمه، ولكن الحمد لله يا ربي الخيارات العامه نتاع الحياه معناها الخيارات الأساسية، المبادئ الأساسية، المبادئ العامة أعتقد تربيت عليهم من والدي ومن مدرستي ومن الدنيا، أنا أعتقد أنها إلى حد الآن أعتقد أنها سليمة ونبيلة، ويجب المواصلة في الدفاع عنها. قالوا لك وتاتك الكوب جديدة ولا لا؟ قالوا لك ولا ما قالوا لكش؟ لهذه امور شخصيه برشا عاد وصلنا لهذا. انا نخزر انا مقبله رافي ونسيت ما قلتلكش بالحق وتيتك الكوب جديده ما احلى وصغرتك زاد ما يجري صحه وتك. ريت انا كنت عايشك، انا ديما عندي نفس المظهر منذ سنوات عديده، راه شعرك ديما طويل منذ سنوات عديده، عندي نفس المظهر ونفس الهيئه ونفس طريقه اللباس، فعملت ثوره في كما فما تجديد فما ثوره غلوكينغ هذا يا جديد ثوره محاله هو شويه اضطراري لمحاله بسبب بعض حاجات معناها خارجة على نطاق الاختيار، أما ساعات ربا ضرت النافع هكا ولا. على كل حال ما احلاها الكوب، يعيشك شكرا. احنا شنو محضرين نزار؟ عندنا غنية باش نسمعوها توا. باش نسمعوا؟ باش نسمعوا نعيمة سميحة. علاش اخترت غنية جيت وجيت نعيمة سميحة؟ والله أنا نحب نعتذر للمستمعين ولكم أنتم، خاطرها أغنية حزينة. باش نسمعوا منها مقطع؟ أنا مع 5 دقائق. هي طويلة، هي أغنية حزينة
ونعتذر لكم نهار احد عشيه، ولكن خاطرني نحبها برشا هنقول لكم علاش. على خاطر اولا انا اللحن نتاعها جميل، ونعرف اللي برشا ناس يعرفوا اللحن بدون تتبع الكلمات واش تقول هي بالكلمات. صديق عزيز عليا اللي نحييه هو اللي نبهني الى كلماتها التي تعبر على حالة حقيقية عاشتها نعيمة سميح، وهي البر بالوالدين. هي جريت وجريت على ابوها اللي كان مريض، وسعات إلى معناها معالجته وتبعدته في مرضه، ولكن ربي أراد غير ذلك. فتحكي على معاناتها بطريقة معناها لحن جميل ونجم الواحد يتابعه، ورغم اللي هي حزينة لا نشعر بذلك الحزن، وإنما نشعر بالبر أكثر بالأب معناها بالوالدين. فهي ربما رسالة عرفان لكل الأباء، وأيضا رسالة مودة ومحبة لكل الأبناء والبنات اللي يعيشوا تجارب هكا صعيبة مع والديهم، واللي واقفين مع والديهم، واللي يعرفوا ايش معناها البر بالوالدين. فهي حزينة ولكن جميلة أيضا جدا. على كل حال اللحن ماهوش راتيب بالكل، ما ماهوش مونوتون بالكل، فيه دي فارياسيون كيما ما عادش يتعملوا توا. وما يظهرش حزين داير. ما يظهرش حزين، جوستومون خاطر فيه دي فارياسيون في قلبي شوية ويتقلب يبدل حاجة أخرى. ف ما يصيرش خلي نسمعوا حاجة كيما هكاك يتغذي شوية روح، خاصة أنه توا ما عادش فما منهم الحاجات كيما معناتها لحن يتطرز بالشكل هذا والاتقان هذا وبهالتنوع والثراء هذا ما عادش نلقاو دوك فرصة خلينا نسمعوا. بعينيك
البارح اليوم غدوة مع آمال شاهد. شكرا لك نزار اللي سمعتنا مقطع من غنية نعيمة سميح جريت وجاريت. مش نحكيه توا على اليوم على الحاضر وعلى الاختيارات السياسية وعلى الأمانة العامة للحزب اللي كملت الموضوع نتاعك وتخليت عليها بإرادتك لما يجري بي. علاش ما يصيرش الناس اللي حضرت في المؤتمر وسمعتك في خطابك الشهير فهمت علاش، اما اغلبيه الراي العام يمكن ما سمعكش. خلينا نعاود ونذكر ولا على الاقل نقول للمستمعات والمستمعين علاش ما يجري بي اللي هي كانت اول امينه عامه، معناتها عباره على اول رئيسه حزب امراه في الساحه السياسيه التونسيه، كملت الموضوع نتاعك وما عاودت تجددت علاش وخرجت حتى يذولي من المكتب نتاع الامانه العامه. صحيح ما عادش موجوده في المكتب التنفيذي لكن ما زلت قياديه في الحزب الجمهوري واتشرف بذلك. شوف انا استغرب ولكن افهم انه هذا الموضوع مش في شانك انت لكن بصفه عامه اخذ حيزا من الاهتمام، والتاكيد على اني لم اعاود الترشح لامانه عامه في حين ان الامر بديهي ديمقراطيا، لاني النظام الداخلي للحزب الجمهوري وهو دستورنا ينص على ان المسؤول الاول الامين العام له نيابتين، له الحق في نيابتين لا ثالث لهما. قداش المده نتاع كل نيابه؟ ثلاث سنوات يتجدوا مره واحده او اربع سنوات اعتقد مره واحده. يا انت ما قعدتش، قعدت 8 سنين انت ولا 6 سنين؟ يظهر لك شويه ما قعدتش قعدت اي على خاطر لا يجب الحساب بعد الثوره ومؤتمر الجمهوري. هي فما فتوى كنت حابه لاني انا تجربه ما قبلها، عندي نيابه في الحزب الجمهوري وعندي نيابه في الحزب الديمقراطي التقدمي، لكن انا لا ابحث على الفتاوي، انا لي نيابتين اثنتين كأمينة عامة في هذا الحزب العريق اللي اسمه بي دي بي ولا اسمه جمهوري هو عنده نفس الذاتية ونفس المبادئ ونفس الأهداف. وبالتالي احنا خذنا وتصدرنا المعارضة في عهد بن علي كالبي دي بي ضد الرئاسة مدى الحياة، ونطرح التداول هو عماد من أعمدة الديمقراطية، من باب أولى وأحرى أن نبدأ بأنفسنا. الحقيقة متاع ربي نجيب الشابي اللي نحييه قبل الثوره معناها في عهد بن علي وقت اللي انا وليت امينه عامه، هو من محض ارادته تطبق عليه محض ارادته، خاطر وقتها النظام الداخلي لا ينص على تحديد النيابات، ولكن انا نتفكر يقول انا نواجه في بن علي باش نقول له لا رئاسه مدى الحياه وانا عندي جامعة 10 رئاسه الحزب مدى الحياه. اذا طبيعي جدا ان لا اتقدم لولايه او نيابه اخرى. المساله اعتقد هامه بالنسبه لي هي أني أنا أخواني في الحزب الجمهوري شرفوني بعرض الحقيقة أثلر صدري وأسعدني وجعلني أشعر بكثير من الافتخار، هو أنهم عرضوا علي تنقيح النظام الداخلي لإحداث خطة جديدة هي رئاسة الحزب. بخلف الامين العام فما السكرتير جينيرال ويعملوا لو بريزيدون دو بارتي، فما عدد من الأحزاب عندهم أي. ولكنني رفضت طبعا، مش جحود ولا تنصل من المسؤولية، أنا قلت لهم أنا تحت ذمتكم كل مهمة ترى القيادة الجديدة المشببة المؤنثة بين قوسين أنها تكلفني بها أنا تحت ذمتها، ولكن أنا أريد أن أبعث برسالة ذات بعدين. البعد الأول هو أن لا أريد غموضا في مسألة التداول حقيقي. كان هناك أمينة عامة أو مسؤولة أولى على الحزب، الآن هناك مسؤول آخر على الحزب، نقطة وارجع للصدر. لا أريد غموضا ومعناها ندخل من كيفاش يقولوها نخرج من الباب وندخل من الشباك. المسألة الأخرى والرسالة الأخرى قلت ذات بعدين، نؤمن بها وأؤمن بها كثيرا ووجدت منها فرصة لإبلاغ هذه الرسالة، هي أننا يمكن أن نكون بدون أي خطة ونشتغل ونعطي من جهدنا ومن وقتنا ومن ذاتنا للحزب من أجل الوطن بدون أن نكون عندنا خطة. رسالة نكران الذات، رسالة العمل من أجل المجموعة الوطنية، رسالة النضال من أجل الصالح العام، أردت بكل تواضع تبليغها من خلال هذا القرار. والحقيقة
التداول مشى أموره 5-5، القيادة الجديدة مشببة ومجددة ومؤنثة، والتشاور دائم مع إخواني وأخواتي في الحزب الجمهوري، ونكررها كل مرة يراو أني عندي مهمة نجم نقوم بها قاعدة نقوم بها. قاعدة تمشي للحزب ما يجري به، قاعدة تشارك في الاجتماعات، قاعدة تشارك في النقاشات في الفترة هذه طبعا مش في الهياكل معناها، خاطر فضلت كما تفضلتي أنت، فضلت أني لا أكون في الهياكل القيادية. هذا قرار ينجم يعني خيار اختيار، لا يعني أن هذا هو الخيار الذي يجب أن يكون في كل عملية تداول، لكن أنا ارتأيت أن هذا المنهج يكون سليم، وبالتالي طريقتي في مباشرة العمل الحزبي والنضالي هي طريقة لا نمطية، ربما تشبه لي هي بالتواصل الشخصي، هي عندنا مجموعات مغلقة في الفيسبوك نتشاور يوميا، وفي 3 نتاع الصباح ولا 4 نتاع الصباح والكل، هي بالهاتف، وهي اتصال يومي كنقول يومي يومي مع الأخ عصام الشابي الأمين العام، وبالتالي نتشاور ونتداول في كل شيء، ولكن لهم سديد القرار ولا سديد الرأي، والقرار يتخذ بالديمقراطية سواء بالتصويت أو بالتوافق أو بالإقناع معناه في إطار الهياكل الهياكل الرسمية متاع الحزب. خليني نسألك على رؤيتك السياسية ما يجري بالتونس متاع غدوة. أنت بكري وقت اللي نحكيه في الشطر الأولاني نحكيه عليك، أنت كنت تحكي على تونس الممكنة، تونس اللي نجمو نبنيوها، نجمو نبنيو مؤسساتها، تونس اللي تنجم تعتني بأبنائها بالجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، مش كان الجانب السياسي، نجمو نبنيو دولة ديمقراطية بالمنجد تحترم فيها قواعد الديمقراطية ويكون فيما فيها تداول حقيقي على السلطة وعلى الحكم. ماذا بيا نسمع رؤيتك هذه ممكنة. احنا وين اليوم كي تنظر للمشهد الكل، احنا وين اليوم؟ احنا قاعدين ماشيين في اثنين تتشبه لهكا اليوم. حكيت على برشا حاجات، حكيت على التعذيب، حكيت على الكوربسيون معناتها الفساد، حكيت على استغلال النفوذ، استغلال النفوذ، هذا مش موجود اليوم. وفيه هو سي كملنا، ما عادش عندنا لا تعذيب لا في السجون لا انتهاكات لا اهمال الطبقات كامله من مكونات الشعب التونسي، سي هذا كل تجاوزناه. كان موجود كان في عهد بن علي تو ماعادش موجود. شوف الحياة تسير إلى الأمام، ما فماش التاريخ لا يعود إلى الوراء مطلقا. تونس أحب من أحب وكره من كره ستشق عباب المستقبل بسكينة وأمان، طال الزمن أو قصر. دورنا السياسيين والإعلاميين والوطنيين بصفة عامة أن الزمن هذا يقصر مع الأسف الشديد، قاعد يتويل وقاعد يتويل كل يوم يزيد يتويل أكثر. علاش الغلطة نتاع شكون؟ هاني جيت. شكون متسبب في الوضع طول الفترة في تونس صعيب للغاية، وأنا متفائلة ولكن منشغلة منشغلة جدا على مستقبل تونس، تو نجي علاش. لكن أعود أقول أن شعارنا في الجمهوري وأنا شعاري أنا بالذات تونس أفضل ممكنة. يا أخي ما نجموش نحقه في هذا البلد الصغير اللي يزخر بالطاقات واللي تاريخه عريق واللي معناها عرف مجال الريادة في قرطاج وفي حركة التحرر الوطني وفي نساء ورجال وفي الثورة اللي حقيقة أسقطنا طاغية من أكبر طغاة العالم، ماهيش قادرة أنها تكون أفضل. أش معناها أفضل تونس؟ عاش نحب نسمي أنا حتى مدرسة، واحد قال لي بورقيبي والاخر قال لي ترويكي والاخر قال لي نهضاوي والاخر قال لي اسلامي والاخر قال لي سلفي، والحقيقه انا ريتهم كلهم سلفيين، كلهم ينظروا للماضي، كلهم يحنون الى الماضي، وكل واحد يقول بحاجه ويقول هاي تلفتوا للتالي. انا نحب تونس تلفت لقدام، وما عنديش تسميه، ما عادش باش نسمي هذه المدرسه هذه. تونس اللي فيها وكشعار نتاع المؤتمر نمن به مؤتمر الجمهوري، العزه لتونس معناها السيادة الوطنية، معناها راي تونس ترفر في المحافل الدولية، معناها تكون عندها كلمة رغم صغر الحجم ولكن عندها دورها السياسي ودورها التاريخي ودورها العلمي وغير ذلك. الحقيقة تونس راي قدر تشع في العالم علميا وأدبيا وغير ذلك، تونجيها عزة تونس معناها السيادة الوطنية والكرامة للمواطن. يا أخي فما كرامة بين صحة بدون صحة وبدون تعليم، فما كرامة بدون علوية القانون، فما كرامة بدون استقلال القضاء، فما كرامة بدون معناها
الاطمئنان على مستقبل الابناء والبنات. فما كرامة بدون احترام، بدون احترام مؤسسات الدولة للمواطن كفرد. نعم وقفة، وقفة صغيرة في كلامك. لا 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 مش وقفة، لا 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 نحب نتوقف على تفصيل انت ذكرته. وي باهي نحكيه على استقلالية القضاء وعلى استقلالية مرفق عام القضاء ووجوده كسلطة قوية ومتوازنة وتضمن العدل للمواطن وكرامته. شكون باش يضمن له كرامته؟ والقضاء المستقل النزيه اللي طبق والإعلام الحر أيضا. نجيو تو بعد شوية باش نسألك على الإعلام. مازال كي تعمل المجلس الأعلى للقضاء، ولكن تعمل في مخاض أليم جدا، تعمل له ناس قدام المجلس تتظاهر، تعمل له ناس محتجة، تعمل له ناس مش عاجبها، وتعمل له ناس وخلينا يقولوا ليه ما يسالش ناخذوه كما هو هكا، وتوا من بعد نطلبوا أنه يتنقح القانون. وأنت تعرف في الآخر تعدى مجلس الأعلى للقضاء أغلبيتنا ماناش فاهمين التركيبة نتاعه والاستقلالية نتاعه قداش البورسنتاج نتاعها. ايه مش شوف انا برشا، انا بالحق انا برشا مشاكل قاعدين نوخروا بتويلي مش نقدموا. هذا تو نفتحوا قوس وهو قوس مهم جدا انت فتحته، حتى باش من بعد نرجع الى اين تسير. وهذه مساله انيه، هذا مسك صار الجمعه اللي فاتت. الى اين تسير تونس وشنو السبب اللي خلينا تتعطل كل هذا التعطيل؟ لكن فعلا مساله استقلال القضاء واستقلاليه القضاء هو اولا مطلب عزيز على التوانسه، وعانيوا منه التوانسه وعدم استقلاليه القضاء عانيوا منه الامرين في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي. القضاء اللي بالتعليمات والمحاكمات السياسية والمحاكمات حتى السياسية، لو فما استغلال نفوذ وفما أراضي تفتك عنوة وفما ناس تتقحر من الطرابلسية وغير ذلك بعنوان القضاء. وبرشا قضاة اللي نحييهم وقاضيات اللي أعطاوا الكثير الكثير للدفاع على استقلال القضاء. من المؤلم ومن غير المقبول أنه بعد الثورة المبدأ متاع استقلال القضاء ينتهك. هو راهو معقد المشكل هذا كما انت تفضل معقد. انا شخصيا مانيش فاهمه، ولكن ضبابي ولكن المطروح شنو؟ المطروح ان نحترم استقلاليه القضاء، مبدا استقلال القضاء ومبدا الفصل بين السلطات. ما قامت به السلطه التنفيذيه لا يحترم مبدا الفصل بين السلطات. كان حريا برئيس الحكومه اللي دائما يؤكد انه لا دخل للسلطه التنفيذيه في الخلاف. هو صحيح فما خلاف بين القضاة، ولكن مش خلاف شخصي، هو خلاف بين رؤيتين وبين مدرستين اللي قاعدين نجروا فيها من قبل الثوره. كان حريا برئيس الحكومه حتى يفكك هذا المشكل ان يمضي على التسميات اللي وقعت من مجلس من الهيئه الوقتيه للقضاء العدل. هذه نقطة اولى، وكان كنا ممكن نلملم الامور. النقطة الثانية هي انه شخصيا كنت نتمنى ونطلب واكدت حتى في المؤتمر على الموضوع هذايا، انه اولا الحكومة تؤكد على ان حتى شيء ما يقع بالاسقاط. انتهى عهد الاسقاط، فما ازمة، فما مشكلة ومشكلة عويصة، يتحل بالحوار بالتوافق. احنا الانتخابات عملناها معناها السير الى الانتخابات وقت اللي تنحات الترويكا وبعد الحوار الوطني عملناها بالتوافق، وكل المشاكل العويصة عملناها بالتوافق. يا سيدي بالحوار، مش لازم اعطيني الحوار. لم يكن هناك حوارا، وانما سعيا من السلطة التنفيذية الى حل مشكل عميق باقحام ماذا؟ باقحام السلطة التشريعية في الموضوع. عندنا مشكل في عوض نحلوه نقولوا بربي هات نعملوا. اش نعملوا؟ حاجة عملها بن علي، القوانين على المقاس. قال شنو السلطة التشريعية؟ هي فوق كل شيء. فوق كل شيء مش تعمل اللي تحب، لأنه زاد حتى في عهد بن علي لو كانت فما سلطة تشريعية زوز كان اي وكانوا يعملوا اللي يحبوا، وبالتالي كنا معارضينهم، كانوا على القياس. ما قامت به السلطة التشريعية اليوم هو خطير. أنا بالنسبة لي تخطي لخط أحمر، هو التدخل في سلطة من المفروض أنها تكون مستقلة عليكم. عملوا قانون على المقاس، قالوا شنو هو؟ ما لقيناش شكون يدعو بالضفاين، ما لقيناش شكون. هاي سيدي ملا يدعو المجلس رئيس مجلس النواب. اش معناه يدعو؟ بمعنى فما ترابط بين الاثنين، تدخل ما بين السلطتين طبعا، وهذا مرفوض في رمزيته وفي معناها مضمونه. والمساله الاخرى راهو التشريع الجديد لا ينص على ذلك فقط. شو عندنا مشكل؟ ما عندنا مشكل جمع المجلس الاعلى للقضاء اكتمال النصاب. هاي يا سيدي ملا نبدلوا النصاب، هذيك هي اللي عملوا هم بسطوها. ما قلت انت معقد وما فهموا بسطوها. ما عندنا مشكل في النصاب، هاي سيدي نخفضوا برا. سيدي كلم المجلس النيابي اللي هو
سمحني في العبارة جزء منه بني ويبي يخضع لي معناها مصالح هذا وذاك أه؟ برا سيدي بدلوه. إيش بدلنا؟ بدلنا ميثاق. هذا قانون على المقاس لا يمكن أن يقبله حر في هذا الوطن. رانا عملنا ثورة يا ناس، عدى ب 120 صوت. رانا عملنا ثورة، ما قد حسبيت، ما قد نعطيك وتعطيني. كيفاش قاعد يخدم المجلس سامحني؟ نعطيك وتعطيني. اتونسيون، راني عندي كتلة في الـ في الـ في البرلمان. إذا كان أنت ما تمشيش معايا في هالموضوع هذايا، راني ما نمشيش معاك غدوة. مش معناها شنو الوطن في حاجة، وشنو في حاجة لي، وشنو المواطن. وتسويات معناتها خارج الميساركل، معناتها وراء الحيوط. وصفقات، وصفقات لا معنى للمواطن. كي نعملوا مقارنة ما بين الثلاث سنين تاع المجلس التأسيسي والأداء متاع مجلس نواب الشعب اليوم، ميا كيفاش تعمل؟ أنت كنت في وسط المجلس التأسيسي لمحالة، وتوا نتصور كلي تابع في أشغال مجلس نواب الشعب. كي نعملوا مقارنة، تغير الأداء، تغير المستوى، تحسن، زدنا وخرنا، فين ولينا اليوم؟ أعتقد أن فما اختلاف كبير جدا. بسم الله عليك، عفوا حمستني. عفوا، اي نختموا النص ساعه هذه بالموضوع هذا، وبعد تدخلوا في نص ساعه في موضوع اخر. عذرا. شوف، فما اختلاف كبير جدا. انا شخصيا في المجلس التاسيسي طبعا كنت معارضه، وكنت متالمه جدا لما يقع في المجلس التاسيسي، وكنت اتمنى ان يكون ادائنا افضل، وكنت أتمنى أن تكون الرئاسة أكثر انفتاحا وأكثر دفعا للديمقراطية الوليدة. وكي نقول كنت متألمة، حتى في بدني كنت نتألم عليها مرضت. ولكن بعد التجربة، وعندما وكنت أظن أنه فمش أسوأ من اللي عشناه، لكن مع الأسف الشديد بعد التجربة، بعد ما شفت المجلس النيابي هذايا، أقولها بكل مرارة، الحقيقة فرق كبير. لأنه في المجلس التأسيسي خذنا معارك سياسية بامتياز، في المجلس التأسيسي خذنا معارك مجتمع، خذنا قضايا وطرحنا قضايا تهم الدستور، تهم نمط المجتمع، تهم حرية التعبير، تهم حرية الضمير، تهم قضايا اللي في نفس مستوى القضايا الدولية، قضايا البيئة، قضايا حرية الفرد، قضايا المرأة، قضايا الحريات النقابية، يعني عديد من القضايا اللي قاعدة في المجتمعات، ما يسمى بالمجتمعات المتقدمة وغير ذلك، اللي قاعدين يخوضوا فيها وقاعدين يتجادلوا فيها، وكنا متقدمين في هذا المجال. صحيح فما بعض فولكلور، وفما برشا حاجات الضحك، وفما برشا حاجات يؤسفوا لها في عهد المجلس التأسيسي. حتى تو ساعات ولا واحد يشوف حتى مشاهد غريبة تو أكثر برشا. أما أنا نحكي على المجلس التأسيسي، كانت هناك قضايا أكثر برشا اللي نراوها على الشاشة، ولا اللي مخبي ما نراوهش. انا شوف، انا نحكي على المجلس التأسيسي، كانت هناك قضايا في العمق، على المجلس هذا يعني في العمق، خيضت في العمق، وكانت هناك كتلة معارضة الحقيقة أدت دورها في تناغم، هذه مسألة تجربة جميلة جدا عشناها، في تناغم مع المجتمع المدني. كنا نطرح القضايا في المجلس، نخرج للتجمعات قدام المجلس، ومعناها نحوم الجمهورية الكل ندوروها دشرة دشرة، نطرح القضايا متاع الدستور والقضايا السياسية المطروحة. ولماذا نطرح؟ ما وقتها طرحت الوحدة القومية تاع 64 طرحوها في المجلس التأسيسي، هاي الكلنا وخيان، هو ديما وخيان، إن شاء الله ديما وخيان، يا سيدي بوس خوك، وما فماش معارضة، وتوا احنا في مرحلة تأسيسية، ما فماش. قلنا لو كان نمشيو توا في هالمنهج هذايا، راهي في تونس عمرها ما تكون معارضة، وراهي في تونس عمرها ما تكون الرأي والرأي الآخر واحترام الرأي الآخر. الآن وهنا واليوم نبني ونضع الجذور الأولى للتعددية والديمقراطية الوليدة وغير ذلك. وأعتقد أننا قمنا بدورنا ككتلة معارضة، وتواصلت مع المجتمع المدني ومع الإعلام وغير ذلك. اليوم الحقيقة نشوف كما قلت قبيلة صفقات بين مراكز قوى لا تهم المواطن في شيء، وقضايا في بعض الأحيان هامشية، وقوانين ليست دائما، مش ليست دائما، ليست في صالح المواطن. أنا ذكرت حاجة أخرى، هما قوانين غير دستورية. لما أنا ذكرت حاجة جوستومون، المجلس الأعلى للقضاء يا أخي اللي شرعوا هالقانون وفرحانين به، يعرفوا أن المعارضة الكلها انسحبت، خرجوا فرحانين، خرجوا الكل فرحانين بأنهم رجعوا لعهد بن علي اللي الواحد يغني وجناحه يرد عليه. هل الأمر هذايا يا سيدي ما يدفعهمش نحو التسائل؟ وسبحان الله يا سيدي، عاودوا انظروا في أموركم، شوفوا أين الخطأ،
معقول معناها كأن شيء لم يكن. رأي المعارضة في المجلس أنا عندي معها برشا خلافات وساعات نتفق معها وفي أغلب الأحيان نختلف معها، هنقولها بكل وضوح، ولكن بقطع النظر على الطروحات أنا أغلبية في المجلس وأنا رئيس مجلس وأنا حكومة أيضا، لأن الحكومة هي اللي تقدمت بالمبادرة الشرعية. لما ترى قانونا يطرح كل هذا الجدل ويصادق عليه 120 وإن شاء الله 140 في غياب كل الأصوات المعارضة، كلهم خرجوا، هذا معقول؟ هذا يخليكم مرتاحين وتحط تونس على السكة السليمة ويحط القضاء على السكة السليمة؟ على كل حال مازالت مرحلة الطعن في دستورية هذا القانون، وأتطلع شخصيا إلى أن هذا الأمر ما يجعلش تونس حقيقة تنخرط في الخطوط الحمراء اللي في بيننا متجاوزها. نتمنى على الحكومة أنها تعي بأن هذا الموضوع خطير جدا وأنها تبحث بطرق أخرى على حل لهذا المشكل العويس، وأقر بأنه عويس، ولكن معناها تعقيد هالمشكل هذايا ما يخليش نحلوه بمشكل أكبر منه وهو ضرب استقلالية القضاء. القضاء معناتها حاجة مهمة ياسر في بناء دولة متوازنة وديمقراطية والحفاظ على الديمقراطية اللي كسبناها، معناتها حاجة مهمة ياسر، حاجة رئيسية أساسية جوهرية. فعلا تماما. حنان بوربيع دخلت للاستوديو، هذا يعني اللي أخبار الستة ونص جاي وقتهم، نسمعوا حنان تقرأ أخبار الستة ونص، وبعد الليلة نقدم لك أغنيتك المفضلة أحبائي بصوت فنانتك اللي تحبها جوليا بطرس، ونواصلوا حديثنا في نص ساعة الاخرانيه من البارح اليوم وغدوه. تفضل حنان. اذاعه شباب عدل مشتاق على فهم ولا على ستريمينغ راديو جون بوانتي تسمع صوتك. خذ فرصتك، كل ما يخص منظومه التكوين والتشغيل في تونس وجديدها تلقاوه معنا في رواق التشغيل من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثه. تبعنا وخذ فرصتك معانا، تاخذ فرصتك واكثر في التأطير في التكوين وفي المعلومة زادة. بإمكانكم المشاركة عبر الموزع الصوتي 88 40 30 42 88 40 30 42. عدل موجتك وخذ فرصتك على موجات إذاعة الشباب، لازم فرصتك تجيك. إذاعة الشباب تجمو تسمعوها في الشمال الغربي على 96.6 في عين دراهم و 89.1 في باجة. إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك. موجز الأخبار تمام السادسة والنصف، أهلا بكم في موجز الأخبار. قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بولاية الكاف تنظيم وقفات احتجاجية تضامنية مع عمال معمل صنع الكوابل السيارات ومسيرة سلمية يوم الأربعاء للتنديد بمحاولة نقل المصنع إلى جهة أخرى. واقع التشغيل وآفاق التنمية محور ندوة نظمها اتحاد المعطلين عن العمل بالقيروان. بلال مناعي المنسق المحلي للاتحاد يتحدث لإذاعة الشباب. ندوة واقع التشغيل وآفاق التنمية وسبعين المعطلين كل بناء الجهة باش نتناقشوا في هذا الموضوع على التنمية والتشغيل، لأنه بالحق عنا واقع مرير هنا في رقادة، حابين نطرحوا المشاكل هذه كل. نحن طلبنا من 2011 الحكومات المتعاقبة الكل باش تشارك اتحاد المعطلين على عمل في اتخاذ القرارات، ما سمعوناش للأسف وما استجاب لنا حتى واحد، لأنه بالحق احنا المعنيين بالأمر والواقع هذا احنا اللي نعيشوه. يتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد غدا إلى نيامي عاصمة نيجر، أولى محطات جولته الإفريقية الأولى من نوعها، وتشمل أيضا دولتي بوركينا فاسو ومالي. وتهدف الجولة إلى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بين تونس ودول جنوب الصحراء. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بدء تشغيل نظام جديد لاعتراض الصواريخ، اعتبر أنه قد يثني من يريدون مهاجمة إسرائيل عن القيام بذلك. في كولومبيا تحاول فرق الإنقاذ العثور على ناجين من كارثة انزلاق للتربة نجمت عن أمطار غزيرة وأوقعت 200 قتيل على الأقل. أوقفت الشرطة الروسية عشرات الأشخاص خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو بعد أسبوع من اعتقال المئات أثناء مسيرة نظمها أبرز معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ختام الموجز، إلى اللقاء. فريكونس إذاعة الشباب في توزر 98.8، في قفصة 95.0، القصرين 89.6. البارح اليوم وغدوة، البارح اليوم وغدوة، شكون؟ شعنده جديد؟
كيفاش؟ فيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان. استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان. ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي. وعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي. أحبائي، بكم تتحرر الأرض، بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والعرض. بكم يتحرر الأسرى، بكم تتحرر الأرض، بقبضتكم بغضبتكم يصان البيت والعرض. مناة حضارة أنتم، وأنتم نهضة القيم. بناة حضارة أنتم، وأنتم نهضة القيم، وأنتم خالدون كما خلود الأرز في القمم. وأنتم مجد أمتنا، وأنتم أنتم القادة وتاج رؤوسنا. أنتم وأنتم أنتم السادة، وأنتم مجد أمتنا، وأنتم أنتم القادة وتاج رؤوسنا. أنتم وأنتم أنتم السادة. أحبائي، أحبائي، أقبل نبل أقدام بها يتشرف الشرف بعزة أرضنا انغرست، فلا تكبوا وترتجفوا. بكم سنغير الدنيا ويسمع صوتنا القدر، بكم سنغير الدنيا ويسمع صوتنا القدر، بكم نبني الغد الأحلى، بكم نمضي وننتصر. تسمعوا في البارح اليوم غدوة مع أمال شاهد. يعجبك هكا جو المقاومة وال رأي وال... وال... ليه مش كنت انت تعرف أي. أحبائي عملتها على حزب الله، وعملتها على حسن نصر الله وقت اللي انتصر على إسرائيل في 2006 تموس. اللي القيم النبيلة
لا تخضع للايديولوجيا رغم هي مسيحيه ايفيكتيفمون لا تخضع للايديولوجيا ويظهر لي درس هذا نعطيه للتوانسه الدفاع الوطني انه الايديولوجيا المقيته راهي تعطل الحياه مش تعطل العمل الحزبي تعطل الحياه والله فكرتني في حاجه اللي مع الاسف الشديد في تونس تحكمت ياسر بالايديولوجيا الشهيد محمد الزويري في تونس أي. اللي نحييه وهو بطل ورفع لنا راسنا بعض الاطراف السياسيه تعاملت معه على اساس انتمائه وبالتالي مستوى التعاطف ومستوى الـ 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 الافتخار به يخضع للايديولوجيا ما نحكيش على كنيسة اللي قالوا مره متاعنا مش متاعنا هذيك حسابات هذيك المشكله احنا ولينا مقسومين سياسيه وحزبويه مقيته اخرى ملوحوا بعد على حزب معين اللي قال مش متاعي ومتاعي وكل شيء خاطر حتى يشوف على المستوى الدولي على المستوى هكا مراكز القوى العالميه شنو موقفها من هذاك باش من بعد ليه يا سيدي انا من ما هو موقف نبيل ما هو يدافع على القضيه الفلسطينيه ما هو يريد تحرير الارض انا معاه مهما كان جوليا تعطي درس في أن الإيديولوجيا أمام القيم النبيلة أمام قيم الحق أمام قيم الشرف لا تعني شيئا أي لله النص ساعة هذه يقل شوية من النص ساعة اللي نزلت لنا من هوني حتى للسبعة الوقت عدا في بين قوسين أي أنا ما كنتش نتصور اللي نجم نقعد نحكي معاك الوقت هذا الكل وكنت خائفة من الرتابة الحقيقة ما شعرتش بالوقت أتمنى أن المستمعين والمستمعات مش عارف بالرتيبة ادخلوا على نسقل عليهم ادخلوا على الباج متاع إذاعة شباب واكتبوا لنا تعليقكم وقولوا لنا إذا كان أثقلنا عليكم قلقتوا ولا ما قلقتوش من اللقاء أنا منيش باش نجاوب نعرف الإجابة ما ميساجش بعض نقول لك لي كومنتير اللي جاوب شنو يقول باش نعلق باش تعلق أنت على الأحداث اللي سايرة في الأيامات هذوما أحداث الأسبوع إذا كانت تحب خلينا نشوف وجهة النظر نتاعك في بعض الأشياء نبداو بسرعة في الحملة الانتخابية في فرنسا حكينا بك على استطلاعات الرأي عفوا أول أسبوع هذايا خرجوا استطلاعات رأي وبينوا أنه ماكرون في الصدارة وبعده بنسبة مش بعيدة ياسر عليه مارين لوبان شنو تعليقك على هذا في الحملة الانتخابية الرئاسية في فرنسا فما ثلاثة جوانب الجانب الأول هو رغم كل شيء مستوى النقاش ومستوى الجدل الواقع مهم جدا وعميق جدا ويهم مستقبل المجتمع الفرنسي أكيد كما باشا توينسا تبعتوا النقاش نتاع ستة مترشحين لا غراند سواري لو غراند ديبا بينهم الستة يقول قايل علاش ستة لانه نتيجة استطلاعات الرأي يقول قايل ما فما 11 ولا 12 منها والله ما نعرف لكن هذوك هما اللي عندهم حظوظ اكثر اللي هما ماكرون شكون يقول لو بين وفيون وامون وميلانشون ونسيت سيد الكل حال يقولها استطلاعات الرأي وبالتالي تشوف إلى أي درجة استطلاعات الرأي تتحكم حتى في الإعلام هذا قوس لكن النقاش كان مهم وكان عميق وكان كل واحد يقدم في رؤيته نجم نكونوا مع هذا ولا هذا ولا الكل حال لكن أعتقد أن آداب الحوار كمان ذكرتنا في البلاتوات متاع تلفز عنا كي تعمل مقارنة ترى أنه ربما في حاجة إلى مجهود جبار يقع في تونس باش نوصلوا التونسي يسمع السياسيين شنو رؤيتهم للمجتمع شنو رؤيتهم للطروحات لنمط التنمية وغير ذلك هذا الجانب الإيجابي الجانب الآخر اللي نعيشه في تونس يبدو أنه العالم الكل يواجهه الفساد المال استغلال النفوذ استغلال النفوذ الانتدابات الوهمية بالضبط. الناس اللي في جرتهم شبهة فساد وسيقع مقاضتهم ونراهم في السياسة ويتكلموا ويترشحوا يعني منظومة القيم في العالم انهارت مش انهارت لحقيقة أما مرتبكة على كل حال فما مرحلة يمر بها العالم الكل اللي هي طارحة التفكير وربما في حاجة إلى ثورة ثقافية تعيد الأمور إلى نصابها وتؤكد على أن السياسة مختلطة بالفساد لا يمكن أن تتقدم بالشعوب ولا يمكن أن تتقدم بالأمم هذه مشكلة مطروحة في العالم الكل برا شوف حتى في كوريا الجنوبية جماعتين التاني نحاول الرئيسة نتاعها والمحكمة العليا نحات الرئيسة نتاع كوريا الجنوبية انت ديما تعمل لي بسبب الفساد أقواس جميلة بالحق تعرف شنو خممت أنا كي شفت شوفنا بعض علينا كوريا الجنوبية تعرف شنو خممت أنا كي شفت في كوريا الجنوبية ما اللي طارحة ما سامسونج هذيك اي اي اي
ما قالوش راهي علامة تجارية قوية وتجي وتدر علينا الأموال وبالتالي نغضوا الطرف كيما يحبوا يعملونا في قانون المحاسبة. ليه بربك الإداري مسكين مغلوب على أمره وتورى وخايف ما ينجمش يصحح وبالتالي الإدارة معطلة. أي برا نعملوا عفى الله عما سلف. ليه يا سيدي مش عفى الله عما سلف، من أذنب في حق الوطن علينا أن أولا أن نشهر ونشهر ذلك ونشهر بذلك، عليه أن يعتذر وعليه أن يبتعد عن منصبه. قلتش أنا قصوله راسه، أما راك أخطأت في حق، أجرمت في حق الوطن، جاك مستبد وقالك شد صحح ما خزرتلوش في عيني وقلت له هذايا غلط وقلت له هذايا ما نعملوش لأنه يقهر في ناس ويظلم في ناس. أنت أمضيت على شيء خاطئ وبالتالي يجب محاسبتك راهو بكل أمان وبكل أخوة بالوضوء معنا من غير ما يتمثل في سمسوب وما أدراك ودورها في الاقتصاد الكوري في اقتصاد العالم. ما قالوش بربي غض الطرف وفك علينا على خاطر خلي الاقتصاد رئيس مجموعة سامسونج هو في السجن نيابة العمومية وجهته. ما قالوش ليه بربي الإدارة واقفة متاع سامسونج وفك علينا بربي الإدارة واقفة بربي عملوا لنا قانون مصالحة. ليه يا سيدي الفاسد يحاسب وإلا رانا نقعد نكرروا في نفس الشيء، رانا نقعد نكذبوا على بعضنا ونكذبوا على الشعب ونقولوا له بربي ما يسالش راهو خاطر هم خايفين يصحوا، هم راهو عندهم الحق باش يخافوا، على خاطر قبل صحوا على الظلم، على الخطأ. وبالتالي عنده انا توا نقول لهم يا عم خافوا اذا كان هو خطأ واذا كان هي جريمة في حق الوطن، راه عندكم الحق باش تخافوا، اما اذا كان حقيقة واذا كانوا حق واذا كانوا عدل ما تخافوش وتفضلوا صحوا ويخش بيه هو المحاسبة باش تجي عند الناس كل اللي صحوا. اللي عند صح بالخطأ اللي صح بالغلط اللي صح بقهر المواطنين واستغلال النفوذ وغير ذلك. إذا القوس اللي حليناها علاش حليناها على خاطر رئيس كوريا الجنوبية برك النقطة الثالثة بربي في جوستومون في انتخابات فرنسا فرنسا أنا أعتقد أن الناس الكل بصفة عامة على الأقل في البلدان اللي نعرفهم خاطر مش العالم كلما تونس وفرنسا نعرفوها لأنها قريبة منا ثقافيا وتاريخيا وإعلاميا وكل شيء. أنا أعتقد أن السياسيين وأنا أولهم يعني باش نبدأ بروحي علينا أن نراجع أساليبنا في العمل، أساليب التواصل مع المواطن، طريقة طرح قضايانا، طريقة طرح برامجنا. لا أعتقد أن الإيديولوجيا الآن مازال عندها مستقبل بالمعنى المقولب متاع الماضي. أنا نؤمن بالفكر السياسي، نؤمن بالمنظومة القيمية، لكن مش بكلم الإيديولوجيا المسكرة. تاع سنوات السبعين ما عادش. أنا نؤمن بالأحزاب البرنامجية، شنو برنامجك؟ ما عادش تسمي لي المدرسة الفلانية والفلانية، إيش تحب للتونسي؟ إيش تحب للفرنساوي؟ كيفاش تقدم له البرامج باش ينجم ينعم بالصحة والتعليم والكرامة والرفاهة ويضمن مستقبل أولاده ويشعر بأنه كريم كريم في وطنه؟ هذا يطبق على التونسي ويطبق حتى على الفرنسيس. في غياب ذلك يكون هناك فراغ ومن يملأه يملأه المتطرفون، إما اليمين المتطرف أو المتطرف العنيف أو المتطرف المتدين بين ظفرين لأنه لا أرى عنده علاقة بالدين الناس اللي تقصوا على كل إرهابيين فعلا. وبالتالي الفراغ راهو هو نتيجة قصور سياسي. أنا أقول علينا أن تكون لنا الشجاعة لمراجعة أساليبنا وطرقنا ومراجعة أنفسنا حتى تكون حقيقة السياسة هي في خدمة المواطن وهي مجموعة برامج ومجموعة مشاريع التي تخضع هذه مسألة هامة جدا لمنظومة قيمية. هنا نحل قوس آخر أنت يا حديث ذو شجون معك. علاش نقول لتخضع لمنظومة قيمية وتخضع لمشروع؟ على خاطر شنفوا أذاننا بحكاية الكفاءات او تكنوكرات معناها ولا لا الكفاءات الكفاءات اللي يعملوا اربع حكومات فما كفاءات يعملوا اربع حكومات فما كفاءات الاحزاب التي تنبني على الكفاءات اللي جايه من الخارج وتفهم في الدنيا تقولش علينا احنا من عام معناها مغلقين ولا غلب علينا. احنا الناس اللي اخترنا باش نقعدوا في تونس ونخدموا بلادنا ونقراوا في تونس ونتكونوا في تونس ونخدموا في القطاع الخاص ولا القطاع العمومي. راني يعني قدمت كان في القطاع الخاص بجنسيه واحده وبجنسيه واحده يرحم بوك بجنسيه واحده وعلم تونسي يرفرف ديما قدامنا وقبلنا القمع والاستبداد والمضايقات وكل شيء باش نخدموا بلادنا فعلا ومواكبين الدنيا الكل. على كل حال الكفاءات انا نقول هاو جربناهم راهو في الحكومات
راهو جربنا حكومه كفاءات، والكفاءات بيدها اللي هي توا في الاحزاب ورئاسه الاحزاب وكل اللي هي تدعي انها كفاءات. شفناها وقت اللي خذات وزاره التنميه وخذات وزاره الاتصالات وزاره الدر شنو، ما رينا حتى شيء، بل تاخرنا. علاش؟ انا نقول مساله اساسيه، الكفاءه مهمه جدا ونحن في حاجه الى كفاءات، وافتخر اني تونس تزخر بالكفاءات، لكن الكفاءه وحدها هي تعوم في الفضاء هكاك ما في حد شيء. يجب ان تخضع الى منظومه قيميه وطنيه هي تخضع تلك الكفاءات الى خدمه الوطن وخدمه الصالح العام. اما اذا كان انا كفاءه نشد الحكم باش اما نعمل صفقات مع اطراف خارجيه ناس تؤدري شنية المصلحة الشخصية أو الحزبية اللي معاها، أو لوجهة في شخصي، أو لأنعم أنا شخصيا بامتيازات، فهذا ما اسموش كفاءات، هذا اسمه عدم خدمة الوطن، اسمه خيانة للوطن، ما عندوش اسم آخر. لما على كل حال ماهوش خدمة الوطن، أي مش خدمة الوطن. وبالتجربة ما قدمنيش، وبالتالي أنا أؤكد على مسألة المشروع الذي يخضع لمنظومة قيمية وطنية. باهي، نحب نسألك على زوز أحداث صاروا في الأسبوع هذايا. احنا عندنا درقاديش 100 وش حزب، زادوا خرجوا لنا زوز منظومات حزبيه جديده، حزب مهدي جمعه اللي مسميها البديل التونسي، عمل ندوه صحفيه نهار الخميس وظهر في الاعلام. نحب تعليقك على ظهور الحزب هذايا وعلى الخطاب اللي طلع به مهدي جمعه، وعلى الطموح السياسي المتصاعد لمهدي جمعه اللي كان معناتها ظهر عليه من وقت اللي كان رئيس الحكومه وقت الحوار الوطني، يعني لما كان رئيس حكومه باش يوصلنا للانتخابات في وقت من الاوقات فكر انه يرشح نفسه للرئاسه. والاجتماع التاسيسي اللي صار اليوم صباح لما يسمى بجبهه الانقاذ اللي فيه مجموعه من الاحزاب السياسيه، شنو رايك في هذا؟ خلينا ناخذهم بالواحد واحده بالواحد. اولا انا نقول انه تاسيس الاحزاب هو حق لا يمكن أن يجادل فيها أي شخص. احنا معناها دفعنا الدماء من أجل الحقوق والحريات في تونس والحريات السياسية بصفة خاصة، وبالتالي المسألة ليست في هذا المستوى. لكل الحق في تأسيس الأحزاب وتأسيس الجمعيات وأن يخدم تونس من الزاوية التي يراها. اثنين، أنا نقول هل تونس في حاجة إلى أحزاب أخرى؟ لو طرحنا هذا السؤال على التوانسة والمواطنين لا أعتقد أن يكون الجواب بالإيجاب. أنا أعتقد تونس في حاجة إلى طريقة مغايرة للفعل السياسي. تونس في حاجة إلى تخليق العمل السياسي مشتقة من الأخلاق. أخلاق أي. معناها العمل السياسي بأخلاق وبإتيقيا إتيك مرتكزة على الشفافية، على الاحترام الرأي الآخر، وعلى النظافة، نظافة اليد وغير ذلك. مهمة جدا أن يكون السياسي نظيف، وأن يكون الجدل السياسي ليس في مستويات أخرى. أنا أعتقد هذا رأيي والله أعلم، معناها رأيي المتواضع جدا. الآن كسياسية أسمح لنفسي كما يعلق علي وعلى خياراتي، أسمح لنفسي بالتعليق على الأطراف الأخرى باعتبار أنا حزب وهو يطرح حزبا. أنا نقول أنه يرتكز على ما أسماه هو نجاحه في فترة الحكومة ليقول نحن نجحنا وبالتالي أعطينا الثقة باش نكونوا بديل، هو مسمي البديل، أي هاني تنجيل البديل. أنا أعتقد أن نجاح حكومته نسبي جدا. ماذا قدمت حكومة مهدي جمعة في الفترة التي عرفناها؟ أولا قدمت السير بالبلاد نحو الانتخابات، هذا أمر مهم جدا ويحسب له، ولكن يحسب لكل المجتمع، يحسب للحوار الوطني. راهو الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب والمجلس التأسيسي كلنا احتضننا هذه الحكومة، خاطر جات بعد توافق وقلنا نقبل بمعنيها بنواقصها عسى أن تمر بنا إلى الانتخابات. جات راي بعد أزمة كادت تعصف بالوحدة الوطنية، كنا نجمو ندخلوا في حرب أهلية، راني أزن كلماتي ماهيش كلام كبير. تفكر وقت اللي كانوا فما تجمع قدام المجلس التأسيسي، من هنا جماعة الترويكا ومن هنا الأطراف الأخرى اللي احنا منهم، وبعد اغتيال البراهمي الله يرحمه كنا حقيقة بعد 25 جولاي 2013 كنا حقيقة في وضع رهيب جدا، و كنا في حاجة الاغتيال الثاني الشكل هذا، كنا في حاجة إلى حل توافقي تتخلى بموجبه الترويكا
لصالح حكومة أخرى تسير بنا إلى الانتخابات. وبالتالي المجتمع الكل مش بركرة والأحزاب والربيع الراعي للحوار والمجلس التأسيسي، حتى المجتمع حتى المواطنين الكل احتضنوا هذه الحكومة وقبلوا برقى رئيسها. قبلنا مثالش عدي عدي خلنا نمشي للانتخابات. وبالتالي النجاح راه نسبي والنجاح يحسب للجميع وللاتحاد العام التونسي للشغل. والنجاح في ثم تسيير او في الوصول الى الانتخابات هذا يحسب للاداره التونسيه. صحيح والهيئه المستقله للانتخابات وكل الاداره معناتها مؤسسات الدوله. كل المؤسسات نتاع الدوله اللي وصلتنا لهذا. ثم رانا ما ننساش في عهد مهدي جمعه كانت هناك كثير من الجدل. انا نتفكر الصهاينه اللي جاوا لتونس في عهد جمعه قال شنو جايين للغريبه. انا على راسي وعيني الحج للغريبه وانا معناها التوانسه الكل يكونوا في خدمه الحج هذا عندما ياتي اليهود من كل اصقاع العالم. اما ان ياتوا راسا من اسرائيل فهذا تطبيع 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 يرفضه الشعب التونسي. قالت لبنى نعمان تفرجت فيها في يوم الارض وعلى مسؤوليتي عجبتني برشا. قالت لو الشعب التونسي هاني يقولها على مسؤوليتي يرفض التطبيع. كان هناك جدل نحن كنا في غنى عنه وقتها وما نتفكرش انه قدمنا الكثير في وزاره السياحه. وقت تفكر وزاره السياحه كانت محل جدل كبير جدا كبير جدا. كثير من الجدل تولي وزاره السياحه وقت عمل كربور فعلا اللي بعد ما خرجت من الوزاره مشيت لالمانيا في فوروم دولي حاضرين فيه دول العالم الكل وتكلمت على تونس بشكل سيء وسوءت مست صوره تونس. اي تفكر يرحم والديك اللي فكرت المفروض انها عندها واجب التحفظ وهي كانت وزيره في حكومه. أي. واكثر من التحفظ واجب الدفاع على الوطن واجب الوطن اللي اعطاها اللي اعطاها الثقه وحتى في المسؤوليه هذيك. وبالتالي هنا حبيت نقول النجاح راه نسبي جدا لا فايده في معناها التمادي في هذا الموضوع. فقط نذكرك عنا ست دقائق على ست دقائق. الموضوع الاخر انا سمعته قال بديل ولكن عندما سئل وما علاقتك بالأطراف الأخرى بديل على الأحزاب الأخرى قال احنا مكمل لهم. مكمل ولا بديل؟ أتساءل أتساءل الآخر هو شنو البرنامج به. الحديث ذو شجون معاك خل نمشي. جبهة الإنقاذ ستنقذ ماذا أو من؟ يبدو أن كل واحد مش الغاديك يحب ينقذ روحه فقط. شنو اللي جبهة بعضهم؟ نرى الحزب الاشتراكي الحزب الوطني الديمقراطي الحزب شنو لموا بعضهم ينقذون ماذا؟ على أي أساس؟ شنو هو برنامجهم؟ رفعوا شعار لا نتحالف مع النهضه. والله سمعناه سمعناه من التكتل قبل الانتخابات سمعناه من محسن مرزوق بيدو قبل ما يقال او يستقيل او يبعد او يبتعد. وبالتالي القضيه انتقدوا زاد الاداء اللي اعتبروه هزيل وضعيف لنداء تونس وانتقدوا ايضا ما سموه بتنكر رئيس الجمهوريه لوعوده الانتخابيه. هي الوعود الانتخابيه هما بيدهم جزء منهم على الاقل كانوا في الحملة مشاركين فيها وهما ايضا تنكروا لهذه الوعود وساهموا في هذا التنكر. ومن بعد وقت اللي ابعدوا او ابعدوا انفسهم او وجدوا نفسهم في شق غير الشق الذي يجب ان يكون في معركه الشقوق التي لا تعني المواطن في شيء ولا تعني التنميه في شيء ولا تعني الشباب في شيء ولا تعني السياده الوطنيه في شيء ولا تعني مستقبل تونس في شيء. وقت اللي وجدوا انفسهم خارج هذه الشقوق وقتها مشاو تفكروا فما وعود انتخابية وقع التنكر. طبعا تفكرت لي فما وعود انتخابية وقع التنكر لها. أنا أقول ربما مش ربما أؤكد في تونس نحن في حاجة إلى أحزاب وتكتلات تقوم على أساس برامج واضحة للبناء مش برامج لإنقاذ الذات. كل واحد يلوج كيفاش ينقذ ذاته ينقذ صورته ينقذ التشوه اللي صاروا من أعماله ومن مقترحاته ومن تغيره من هذا الشق أو ذاك ولا على أساس الضد أو اقتلاع الجذور. عندي معارضة شديدة للنهضة شديدة أقولها وأضع نفسي في الطرف المواجه لها. ولكن نقول زمن أي إجا نستعمل الخوف متاع الفوتوتيل أنا أعتقد قد ولا وانتهى. وأعول على ذكاء الشعب التونسي وتجربته المرة باش يفهم أنه المستقبل يكون للبرامج. لا أعول فقط على ذكاء الشعب التونسي وعول على نفسي وأطرح على نفسي كحزب جمهوري مهمة توعية المواطن أن الخيارات يجب أن تكون على أساس برامج وليس على أساس التخويف أو الابتزاز. لأنه في كثير من الابتزاز وكثير من الشعارات اللي هتلم بركة باش نواجه أو أنا أقولها إنقاذ ذواتهم أكثر من أي شيء آخر. لو ممكن في دقيقة شنو الأولويات السياسية اللي لازمها تكون في البرامج اللي مفروضا الحكومة تعمل عليهم اليوم من أجل
النهوض بالبلاد بتونس اللي انت قلت قبيله متفائله لها ولكن في نفس الوقت خايفه عليها؟ اي خايفه عليها برشا، لانه مستوى الفساد وتداخل المال بالفساد معنى كبير برشا، لكن نقول ما ضاع حقنا وراءه طالب، ومن انه هناك ارادات طيبه في البلاد ما تسلمش في حق هالبلاد. انا اعتقد ان الاولويات الى جانب مقاومه الارهاب هذيك حرب ضروس الكل متواصلة في العالم الكل هذيك مش حكر علينا احنا بصفه خاصه. انا اعتقد ان الشرط الاول لاي معركه اخرى ولاي برامج هي مقاومه الفساد، مقاومة الفساد مقاومة حقيقية، هذه أولوية الأولويات. ثم الصحة والتعليم، لا يمكن أن تتقدم تونس بدون برامج ثورية جديدة لمنظومة صحية أخرى منظفة، منظفة من الفساد. عمومية ولا خاصة لمايا؟ شوف، الصحة الخاصة لا تنهض إلا بالصحة العمومية. هذه الحاجة اللي ما يفهموهاش الناس اللي قاعدين توا يضربوا في الصحة العمومية، في بالهم باش يطوروا الصحة الخاصة يتيحوا الزوز. طبعا تونس في حاجة إلى منظومة صحية عمومية قوية نظيفة تخدم مصلحة المواطن، وبالتالي اوتوماتيكمان المنظومة الصحية الخاصة تنهض. راني مانيش ضد الصحة الخاصة، ولكن مع دعم الصحة العمومية اللي قاعدين توا يضربوا فيها بكل الأشكال. الوقت ما يسمحش باش التعليم، نعم منظومة تعليمية منفتحة على العالم، منفتحة على الثقافات، منغرسة في هويتنا العربية الإسلامية، مكونة لشخصية عصرية ماسكة بنصية العلم. الوقت ما يسمحش باش نأكدوا على هذية. نحن في حاجة إلى ثورة تعليمية جديدة، مش بحكاية الليفاكونس اللي عملها ناجي جلولها وبدل الأيامات ولا شنو وعمل ليتيود در كيفاش هذيك، قال ثورة تعليمية. أنا بيان سور موضوع الاستثمار اللي إذا كان نقاوموا الفساد، المناخ راهو مش يجي ولي سليم، مش يجي بتبييض الفساد من خلال قانون المصالحة المشبوه، يجي بمناخ سليم فيه علوية القانون، فيه استقلالية القضاء، وفيه مناخ نظيف من الفساد. وقت اللي يجي المستثمر يعرف اللي ما فماش ولد فلان ولا ولد فلان ولا الرشوة الفلانية ولا السياسي اللي هو في نفس الوقت رجل أعمال هو اللي نجم ياخذ الصفقة عمومية كانت أو خاصة، يعرف اللي بالجدارة متاعو ينجم ياخذها. أهو كيفاش نستجلبوا المستثمرين في الخارج. هذوما الأولويات. 20 ثانية نخليهم لك اللي كنت يقول الكلمة الأخيرية. ضيفتنا العزيزة سيدة مايا جريبي، ونشكرك برشا 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 اللي كنت ضيفتنا اليوم في إذاعة شباب في برنامج البارح اليوم وغد. نشكركم برشا وتشرفت برشا بهالحديث هذا، حقيقة حديث ذو شجون، وربما من المرات القلائل اللي منحضرش روحي وتكلمت بكل تلقائية. الكلمة الأخيرة نقول رغم كل الصعوبات نتفائل خير نجدوه، نؤمن بأن مضى حق وراءه طالب، ونؤمن أن معناها عندما نريد قدرة ربي سيستجيب القدر. شكرا لك سيدة مايا جريبي، نتمنى لك سهرة طيبة، يعطيك الصحة من كل أعماق قلبي اللي جيت بحضنا، وإن شاء الله تجي بحضنا.